بسم الله الرحمن الرحيم. الثلاثاء العاشر من مايو لعام 2022. يا صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير على جميع مشاهدينا. بيتجدد لقائنا مع حضراتكم في هذا الصباح على شاشة إكسترا نيوز بالأمس، وإحنا بنختم حلقة هذا الصباح نوهنا لحضراتكم أنه النهاردة بإذن الله حيكون عندنا حلقة خاصة جدا ومميزة جدا في هذا الصباح. والحقيقة أنه بعد قليل بإذن الله سعداء جدا أنه تكون لكاميرات هذا الصباح وكاميرات إكسترا نيوز أول استعراض لمشروع ممشى أهل مصر اللي تم افتتاح المرحلة الأولى منه منذ أيام. والحقيقة أنه الصورة هناك، وسنترك الصورة تتحدث عن نفسها، يعني تاخد العقل زي ما بيقولوا، لأنه كل عناصر الجمال والطبيعة مع الطبيعة الممزوجة زي ما احنا شايفين على الشاشة دلوقتي، ولسه هنشوف أكتر من كده بكتير. كل عناصر الجمال عندما تتكاتف وعندما تتضافر الجهود الحقيقية لبناء وتعمير وخلق بيئة جميلة ومساحات خضراء ولاندسكيب ومناظر خلابة، مع طبعا أجمل ما في الموضوع وهو نهر النيل العظيم. نهر النيل الشريانه ممتد في ربوع مصر، والحقيقة أنه بنستفيد أو في إرادة حقيقية للاستفادة من هذا المورد العظيم الذي تتميز به مصر في خلق مشروعات تنموية على ضفتي النهر، نهر النيل. ممشى أهل مصر يمكن كتير سمع مننا كلام عنه الفترة اللي فاتت، بس ممكن ما يبقاش عارف قوي كيف تكتمل الصورة. تكتمل الصورة زي ما قلنا بجهود حقيقية تتضافر من أجل بناء هذا الممشى. تتكاتف أو تتكامل الصورة بفكرة أنه هذا الممشى يتيح للمواطن المصري الاستمتاع بنهر النيل، بطول نهر النيل، مع وجود عدد كبير جدا من الخدمات هنعرف أكتر عنها. تتكاتف الجهود بفكرة أنه تشجيع المواطن على الانطلاق إلى الخروج أكتر. خلونا نتكلم بشكل عملي، بشكل عملي الدول التي تعتمد في المنتزهات أو الخروجات زي ما بنقول، اللي المواطنين بيضطروا فيها الذهاب إلى المولات التجارية المغلقة، أكيد ما بتكونش زي البلاد الأخرى التي تستفيد من مواردها الطبيعية وما متعها الله به عز وجل من خيرات طبيعية تقدر تبني عليها وتقدر تشتغل عليها أكتر، فتبني مثل هذه الصروح الجميلة التي والمشروعات الجميلة التي نفتخر بأننا نفتتح واحدا منها تلو الآخر كل فترة. ممشى أهل مصر زميلنا العزيز محمود السعيد بعد قليل هيكون معانا هو وأسرة فريق هذا الصباح اللي موجودين هناك منذ ساعات ويستعدوا لنقل صورة على الهواء مباشرة، صورة جميلة. والأجمل في الموضوع أو أجمل ما في الموضوع أنها صورة حقيقية لهذا المشروع، مشروع ممشى أهل مصر اللي موجود على كورنيش النيل في منطقة يعتبر التحرير أو وسط البلد. عايزين نعرف حاجات كتيرة جدا، أنا متأكدة أنه زميلي محمود السعيد مع عدد كبير من الضيوف اللي هيستضيفهم إن شاء الله والمسؤولين عن هذا الممشى وعن هذا المشروع هيتوجه إليهم أكيد بعدد من المحاور والأسئلة الهامة جدا لها علاقة بطبيعة هذا الممشى، افتتاح المرحلة الأولى منه، ما هي الخدمات المقدمة في هذا الممشى، وأيضا ما الذي يتم. وبالفعل الآن معنا على الهواء مباشرة زميلنا محمود السعيد من ممشى أهل مصر. بصبح عليك يا محمود، وأهلا وسهلا بيك، وأهلا وسهلا بهذه الصورة الجميلة الطبيعية اللي موجودة عندك في ممشى أهل مصر. إليك محمود. صباح الخير طبعا يا منة، وبشكرك على المقدمة الكبيرة. طبعا انت بتوصفي للناس كل الحاجات الجميله اللي بتقوليها دي، لكن انا من المكان ده هقدر اوصف اكتر طبعا. يعني كنت بتمنى ان انت تكوني موجوده معايا طبعا عشان تشوفي الكلام الجميل اللي احنا موجودين فيه. زي ما انت قلتي ممشى اهل مصر هيغير كتير، مش في القاهره فقط، احنا عارفين زي ما انت قلتي ده بس فقط المرحله الاولى، لكن احنا باذن الله منتظرين انه يكون من اسوان لحد رشيد، وده اللي ان شاء الله هنتكلم عليه، والمشاريع دي او المراحل دي هيتم افتتاحها تباعا في خلال قد ايه. لكن اللي انا عايز اقوله، لما المرحله الاولى خلصت وتم افتتاحها في شهر 3 اللي فات، الناس لحقت تستمتع في رمضان يا منى. احنا شفنا ناس كتير، وعلى فكره انا جيت ممشى اهل مصر في رمضان، الناس قدرت ويعني ايه احساس بالاستمتاع بالنيل بعد ما كان بيبقى فيه اعتداء عليه
من قبل ناس كتيرة موجودة على النيل، ما بيبقاش فيه ناس عارفة تستمتع سواء مصريين أو حتى أجانب. دلوقتي الممشى لكل اللي عدى عليه أو حتى اللي شايفه ورانا، المنظر الجميل ده تقدر تستمتع بيه. غير طبعا الهدف من الأهداف اللي موجودة الممشى أهل مصر هي زيادة النسبة الخضراء أو طبعا الزراعة نسبة للفرد أو عدد السكان، ودي حاجة مهمة جدا بما أننا بنتكلم على التحول الأخضر، وبنتكلم إن شاء الله كمان على قمة المناخ اللي جاية وقد إيه تغير المناخ محتاج زيادة المساحة الخضراء. فبالتأكيد أن ده حاجة من الحاجات المهمة جدا، أن على طول الممشى كمان هنشوف زراعة وهنشوف أشجار وهنشوف ورد كبير. خدمات تانية هتبقى موجودة زي تاكسي النهر اللي موجود، تاكسي النيل اللي ناس كتير منتظرة ان هو يتم تفعيله بشكل أكبر عشان يحل أزمة الزحمة. طبعا موجود هنا جراجات بمساحات محترمة جدا عشان محدش يفتكر ان ده ازاي على كورنيش النيل وهيعمل زحمة كبيرة. لا ان شاء الله يعني هننقل لكم كل ده طبعا بالصورة وبالتفصيل. هيبقى موجود كمان عدد كبير من الكافيهات والمطاعم، حاجة محترمة جدا موجودة. مصر الحمد لله بدأت خطوات فيها، وزي ما انت قلتي المرحلة الأولى تمت على خير، والناس شافت ده في رمضان. هرجع أقول مرة تانية، هو موسم رمضان وموسم العيد، الناس استمتعت بممشى أهل مصر. احنا ان شاء الله زي ما انت قلتي هيكون معنا مجموعة من الضيوف القائمين على مشروع ممشى أهل مصر، المسؤولين من الوزارات المختلفة، كل القطاعات اللي شاركت طبعا في ممشى أهل مصر. ان شاء الله هنحاول ان احنا نعمل لقاءات معاهم. وأولا وأخيرا لازم نبقى عارفين إن الممشى ده على قد ما إنه هو متنفس للمواطن المصري، كمان موجود للجزء السياحة. وزي ما قال سيادة الرئيس وهو اللي قال ووجه بده، فكرة الاعتداء على الأراضي الزراعية زي ما احنا قلنا، الاعتداء على النيل، والدولة ووزارة الموارد المائية والري خدت خطوات كبيرة بالتأكيد مع وزارة الإسكان ومع الشركة المنفذة لممشى أهل مصر، قدرت انها تحافظ على طول كبير. ان شاء الله هنتكلم طبعا على كل الحاجات دي بالتفصيل ان شاء الله يا منى على مدار الحلقه. وبالتاكيد هنرجع نكمل خدمتنا معاكي باذن الله. هايل، احنا متحمسين جدا يا محمود لهذه اللقاءات، ومتحمسين جدا لكاميرا اكسترا نيوز وهذا الصباح تدينا صور اكتر من الطبيعه، والفيو اللي انت واقف عنده اصلا يفتح النفس بجد. يعني حقيقي انا واثقه ان انت النهارده ان شاء الله، انت طبعا كل يوم نشيط كالعاده يا محمود، بس اعتقد النهارده في جرعه نشاط زياده هتكون عندك وعند كل فريق هذا الصباح اللي موجودين في ممشى اهل مصر. جدا انا عايز اقول لك ان انا وانا بكلمك وانت بتقولي كده انا عايز الف وابص كده عشان اشوف المنظر الجميل كل شويه، لانه بجد فعلا نشاط والهواء النقي وحاجه بجد جميله جدا. انا فعلا جرعه النشاط زايده عندي النهارده زي ما بتقولي، باين عليك جدا، والصوره من وراك. وبشكر طبعا زملائنا المصورين معاك مدينا صوره رائعه، وان كانت صوره تشويقيه يعني هم لسه بيشوقونا عشان نشوف باقي الممشى والخدمات. وبشكرك يا محمود، وهنرجع طبعا ليك على الهواء مباشره. هسيبك دلوقتي تستعد وتبدا ان شاء الله لقاءاتك. احنا زي ما انت قلت هنبدا دلوقتي في اولى خدمتنا في هذا الصباح، ثم تعود الصوره مره اخرى على الهواء مباشره الى زميلنا محمود السعيد من ممشى اهل مصر في اول استعراض للممشى وتفاصيل كثيره عن هذا المشروع الكبير والمحترم، واللي فعلا زي ما محمود اشار بينقلنا نقله مختلفه لما نيجي نتكلم كده ان شاء الله بدايه يعني عن كوب 27 او كوب 27 مؤتمر المناخ. نقدر نتكلم واحنا واثقين جدا من نفسنا، لانه الحديث عن مؤتمر دولي عالمي بهذا الحجم الكبير اللي مصر تستضيفه باذن الله في نوفمبر من هذا العام هو حديث له ابعاد كثيره جدا، من ضمنها اتحضر للاخضر وانطلق الى الطبيعه. الى حاله الطقس واولى خدمتنا الاخباريه، هيئه الارصاد الجويه هتاخدنا الى هذه النشره الجويه الزميله انجي طاهر اللي بنصبح عليها. صباح الخير عليك انجي. صباح الخير عليك يا منى. ننتقل إلى الأحوال الجوية، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات جمهورية مصر العربية. فيما يتعلق بالقاهرة درجات الحرارة الصغرى 18 والعظمى 30،
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 25، في مطروح الصغرى 16 والعظمى 24، أما في بورسعيد فالصغرى 17 والعظمى 25. فيما يتعلق بشرم الشيخ فالصغرى 25 والعظمى 36، الغردقة الصغرى 24 والعظمى 35، الأقصر الصغرى 23 والعظمى 39، الحرارة في أسوان الصغرى 24 والعظمى 41. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا بك يا دكتور، صباح الخير ومزيد من التفاصيل معك. أهلا بحضرتك أستاذة إنجي، صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. إحنا بالفعل اليوم بنشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة عن الأمس. بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 30 درجة مئوية. يعني الأجواء طبعا خلال فترة النهار هنبدأ نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، فهتؤدي لإحساسنا بالسقط خلال فترة النهار من مائل للحرارة الحارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء. بيكون معتدل الحرارة على محافظات السواحل الشمالية للبلاد، هيظل شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترة النهار ومع زيادة فترات شطوع أشعة الشمس. مع دخول فترات الليل بدأت درجات الحرارة الصغرى ترتفع عن نهايات الأسبوع الماضي، والطقس أصبح طقس لطيف على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري هيكون مائل للبرودة على محافظات سواحلنا الشمالية، معتدل على محافظات جنوب البلاد، ده طبعا خلال فترات الليل. بالإضافة كمان مع فترة الاستقرار في الأحوال الجوية بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة هو وجود الشبورة المائية اللي دايما بتظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها شبورة مائية خفيفة ما بتأثرش تماما على حركة المرور، بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، فدايما الحذر أثناء وجود الشبورة المائية، القيادة دايما تكون بهدوء تام دايما مع التكون الشبورة المائية في الساعات المتأخرة من الليل وبتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. يعني تقريبا على الساعة 7 صباحا بتبدأ الشبورة المائية في التلاشي، وزي ما بنقول هي خفيفة ما بتأثرش. بالإضافة كمان إن اليوم مع فترة المساء بعد فترة الظهيرة كده ودخول ساعات المغرب إن شاء الله هيكون في نشاط لرياح على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري وجنوب سيناء، هيزود إحساسنا أكثر بالأجواء الربيعية اللطيفة خلال فترة المساء. متوقع استمرار هذه الأجواء والانخفاض في درجات الحرارة إلى يوم الخميس القادم اللي هيكون فيه متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى من 29 ل 30 درجة مئوية، يعني الأجواء ربيعية معتدلة أو نقدر نقول مائلة للحرارة خلال فترة النهار، لطيفة خلال فترات الليل. إن شاء الله متوقع من يوم الجمعة يبدأ نشهد تاني ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحرارة، هيستمر دي بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله. والظواهر الجوية المؤثرة معانا على مدار الأيام القادمة إن شاء الله هو وجود الشبورة المائية فقط. شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. عودة إلى منا. شكرا ليكي إنجي. وعودة مرة أخرى ونبدأ في يعني مجموعة من أخبارنا وتقاريرنا المختلفة. النهاردة الحقيقة 10 مايو كان صعب جدا ننسى ذكرى ميلاد أحد أهم المخرجين، مش في مصر بس، مخرجين السينما والدراما مش في مصر بس، في الوطن العربي، لأنه بيعتبر رمز أو من أهم رموز الفن، زي ما بقول الفن المصري وأيضا الفن العربي في القرن العشرين. طبعا الحقيقة أنه مش بس الفكرة أنه مخرج شاطر، مش بس أنه مخرج متمكن من أدواته، هو كمان صاحب مدرسة سينمائية استفادت منها أجيال كتيرة جت بعده، وما زال في أجيال لغاية النهاردة بتستفيد جدا من التجارب السينمائية المختلفة والمتميزة اللي هو قدمها. نتحدث عن ذكرى ميلاد المخرج الراحل الكبير صلاح أبو سيف. لقب صلاح أبو سيف بأنه رائد الواقعية في السينما المصرية، المدرسة اللي خرجت بعد كده نجوم كتير جدا، مخرجين كتير جدا، مونتيرين كتير جدا، الأساتذة اللي بيشتغلوا في المونتاج أو في المونتيرين، مديرين التصوير، غير أنه كمان من أكتر المخرجين الحقيقة اللي أفلامه دخلت قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. إحنا بنتكلم على تنوع كبير ودسم جدا في الأعمال اللي قدمها، بنتكلم على جودة مختلفة ربما لم يتميز بها إلا القليلين غير صلاح أبو سيف في مجمل الأعمال اللي قدمها. بنتكلم عن أفلام كل فيلم منهم هو أخرجها طبعا، كل فيلم منهم
براند أو هو اسم من الأفلام اللي مش ممكن ننساها أبدا في تاريخ السينما المصرية. شباب امرأة، هنلاقي الفيلم ده مثلا مختلف عن أفلام تانية زي لا أنام اللي قدمها برضو، فيلم الوسادة الخالية، فيلم أنا حرة. يعني هي أفلام يمكن أغلب أفلام صلاح أبو سيف ما كانش كلها، كان ليها طابع كده بتتميز بيه الجدية والتميز، وده خلاه يتوصف أنه قدم التجارب مختلفة، كان رائد حقيقي في تقديمها. قدم برضو بين السماء والأرض، يعني كلاسيكيات طبعا اللي بنتكلم عليها وارتبطنا بيها واشتغل عليها بشكل كبير جدا. صلاح أبو سيف هو حالة فنية زي ما بقول، ليس فقط لأنه مخرج متميز ومتمكن من أدواته، ولكن لأنه فعلا صاحب مدرسة فريدة، صاحب مدرسة إخراجية فريدة من نوعها منذ نشأة هذه المدرسة، وحتى اليوم أجيال كثيرة جدا تستفيد من هذه التجارب وهذه المدرسة. تعالوا نشوف مع بعض التقرير بمناسبة ذكرى ميلاد الراحل صلاح أبو سيف. رحمة الله على الراحل المبدع والعبقري المخرج صلاح أبو سيف. والآن إلى ثاني خدمتنا الإخبارية في هذا الصباح، ألا وهي النشرة الرياضية، أخبار كثيرة عن الرياضة ليس في مصر فقط وإنما حول العالم، وتصحبنا إلى هذه النشرة الرياضية مرة أخرى إنجي طاهر. أهلا بك إنجي. أهلا بك منا مرة أخرى. وفي أخبارنا الرياضية، أسفرت منافسات اليوم الأول من بطولة كأس العرب الأولى لدراجات المضمار والمقامة على المضمار الدولي باستاد القاهرة حتى 11 من مايو الجاري عن فوز منتخب مصر ب19 ميدالية، من بينها 9 ذهبيات و6 فضيات و4 ميداليات برونزية. وحصد عبد الله عفيفي ذهبية في سباق الإقصاء لفئة الناشئين، كما فاز المنتخب بالذهبية في سباق السرعة لفئة نخبة السيدات. وفي سباق الإقصاء لفئة نخبة الرجال فاز لاعب منتخب مصر يوسف أحمد بالمركز الأول. أعلن الاتحاد الدولي للكاراتيه عن موافقته على تنظيم مصر لمنافسات بطولة البريمير ليج الدولية في يناير من العام المقبل. وتم اتخاذ القرار دعما من الاتحاد الدولي لمصر تقديرا لمشاركة الكاراتيه المصري بقوة في جميع البطولات الدورية. وجاء ذلك لثقة الاتحاد الدولي في قيادة الدولة المصرية ورعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال الرياضة المصرية. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 في المغرب بعد انسحاب السنغال، وذلك يوم 30 من مايو الجاري. وقال كاف في بيان رسمي إنه تلقى عرضين من الاتحادين السنغالي والمغربي لاستضافة النهائي. وأضاف البيان أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم سحب بعد ذلك عرضه. كما أعلن كاف في بيانه أن هناك مناقشات تجرى حاليا للعودة إلى النهائي القديم بنظام الذهاب والإياب بدلا من نهائي المباراة الواحدة.
واقترب النادي الأهلي بشكل كبير من بلوغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه العريض على ضيفه وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي البطولة. كما اقترب الوداد المغربي من الصعود للنهائي بفوزه خارج أرضه على بيترو أتلتيكو الأنغولي بثلاثة أهداف مقابل هدف. تغادر بعثة فريق الأهلي إلى الجزائر اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها السبت المقبل. واقترب النادي الأهلي بشكل كبير من بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه العريض على ضيفه وفاق سطيف الجزائري 4-0 في ذهاب نصف نهائي البطولة. يواجه الزمالك فريق أنبي اليوم الثلاثاء ضمن لقاءات الأسبوع 18 لبطولة الدوري الممتاز. سيقام اللقاء في 9 مساء على استاد القاهرة، ويتصدر الزمالك البطولة برصيد 41 نقطة من 17 مباراة، بينما يمتلك الفريق البترولي 20 نقطة من 16 لقاء. شهدت مباريات الأسبوع 18 للدوري الممتاز لكرة القدم تعادل فريق طلائع الجيش مع ضيفه البنك الأهلي بهدف لمثله، بينما نجح فريق فاركو في تحقيق انتصار مهم على حساب ضيفه فيوتشر بهدف دون رد، بينما تعادل المقاولون العرب مع فريق إيسترن كومباني بهدف لمثله. المزيد نتابعه في التقرير التالي. جولة جديدة من بطولة الدوري الممتاز شهدت إقامة 3 مباريات مهمة لحساب الأسبوع 18. فريق طلائع الجيش تعادل مع ضيف البنك الأهلي بهدف لمثله في مباراة أقيمت على استاد جهاز الرياضة العسكري. اللاعب أحمد سمير افتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 9، ثم تعادل للضيوف اللاعب محمد هلال في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، ليرتفع رصيد البنك إلى النقطة 24 في المركز السابع من 17 مباراة، كما ارتفع رصيد الجيش إلى النقطة 23 في المركز الثامن من 18 لقاء. وفي استاد الأسكندرية نجح فريق فاركو في تحقيق انتصار مهم على حساب ضيفي فيوتشر بهدف نظيف أحرزه اللاعب الجزائري رزقي حمرون في 32 من المباراة، ليعد الهدف هو الأسرع في الموسم الجاري للدوري. الفوز رفع رصيد فاركو إلى النقطة 26 في المركز السادس من 18 مباراة، بينما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة 28 في المركز الرابع من 17 مباراة. وفي استاد بتروسبور تعادل فريق المقاولون العرب مع فريق إيسترن كومباني بهدف لمثله للاعب الموريتاني مامادو نياس الذي افتتح تسجيل للمقاولين في الدقيقة 44. وفي الشوط الثاني سجل أحمد أمين أوفا التعادل لإيسترن كومباني في الدقيقة 50. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 17 نقطة، بينما وصل رصيد إيسترن كومباني إلى 11 نقطة. يواجه فريق ليفربول خارج أرضه اليوم الثلاثاء نظيره أستون فيلا في مباراة تقام لحساب الجولة 33 للدوري الإنجليزي. ستقوم المباراة في 9 مساء على ملعب فيلا بارك، حيث يمتلك الريدز 83 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الذي سيلعب غدا الأربعاء مع وولفرهامبتون، بينما يحتل أستون فيلا المركز 11 برصيد 43 نقطة. تقام اليوم الثلاثاء 3 مباريات لحساب الجولة 36 لبطولة الدوري الإسباني، حيث يستضيف فريق فالنسيا فريق ريال بيتيس في 7 مساء. ختام الجولة الرياضية، عودة مجددا إلى منا. شكرا لك إنجي. ونبدأ دلوقتي في مجموعة من الأخبار حبينا نبدأها بخبر الحقيقة بنعتقد أنه يهم الناس كلها، لأنه خبر متعلق صحيح متعلق بشركات التكنولوجيا العملاقة في العالم كله أو الشركات المالتي ناشونال، ولكن هو في النهاية هذه الشركات العملاقة بتنتج منتجات بيستخدمها الجميع أيا كانت درجة تعقيد هذه المنتجات. في شراكة بتحصل وحنشوف مردودها الفترة الجاية دي أو خلال السنوات القادمة ما بين أبل، جوجل ومايكروسوفت.
الثلاثة مع بعض أعلنوا أنهم هيشتغلوا على مشروع لدعم تسجيل الدخول من غير كلمة مرور، يعني حضرتك تقدر تعمل لوج إن من غير ما تضطر أو يقول لك الباسورد إيه أو كلمة السر إيه. إزاي الكلام ده أو فين الكلام ده؟ ده بيقول لك هيبقى على كل منصات الأجهزة المحمولة، كل الديفايسز اللي هي سواء موبايل سواء لابتوب، الصفحات نفسها اللي هي المتصفحات اللي بيقدروا يتحكموا فيها الشركات دي. طبعا التحكم ده اعتقد هيبقى جاي اكتر من 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 جوجل نفسها. ده مقرر انه هنشوفه، يعني نتيجه هذه الشراكه بين الثلاث شركات دول المفروض هنشوفها السنه الجايه. القرار ده كان جديد وخلى كل المهتمين بعالم التكنولوجيا في العالم يسالوا اسئله كتيره جدا. هل ده هيسهل الدخول على الحسابات بتاعتنا الموجوده في اجهزه اي او اس اندرويد؟ طب متصفحات الكروم سفاري وادج، البيانات اللي هي على اللابتوب الويندوز مثلا، كل الحاجات دي عايزين نسالها لانه دي حاجات مهمه جدا. والسؤال الاهم الحقيقه اللي انا متحمسه جدا اساله، هل ده يبقى فيه يحطك في ريسك او في خطر؟ ما هو هيلغي لك الاحتياج انك تدخل باسورد. الله، طب ما هو ممكن كده اي حد يدخل باللوج ان بتاعك ويقدر يعرف معلوماتك او يسحب من عندك بيانات او معاملات بنكيه، وده الاخطر. خلينا نتوجه بكل هذه الاسئله الى ضيفنا الكريم اللي معانا هاتفيا، المهندس احمد السخاوي خبير امن المعلومات. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. لما نسمع عن هذا التعاون بين هذه الشركات العملاقة جوجل وأبل ومايكروسوفت علشان يشتركوا في مشروع يخليهم يلغوا الباسورد ويكتفوا باللوج إن بس، ده هيخلينا زي ما كنت بقول نسأل أسئلة كتيرة جدا. كلمنا أكتر عن تفاصيل هذه الشراكة ما بين هذه الشركات العملاقة. حقيقة هو الباسورد دايما هو الصيد الأسمن لكل الهاكرز اللي بيحاولوا دايما ان هم يعني يستولوا على باسورداتنا من خلال طبعا طرق الاختراق الكتير جدا جدا واللي احنا حتى ممكن نكون ذكرناها قبل كده. ولكن خلينا نحط يعني نقط كده تكون مهمه جدا، وهي فكره التعاون اللي بيحاول الشركات حاليا ان هي تعمله متمثلا في بعض الخطوات. يعني مثلا خليني اقول لحضرتك ان موضوع الباسورد ده بقى حاجه قديمه جدا، نظرا لان في ناس لحد ما احنا بنتكلم دلوقتي حالا تستخدم باسوردات زي 1 2 3 4 وزي بي ام دبليو وحاجات كده عجيبه، تواريخ الميلاد، يعني كلمات كلها سهله جدا ان هي يتم تخمينها. وطبعا تواريخ الميلاد دي حاجه اساسيه. كمان موضوع ان هو مثلا يبقى اسمه احمد فعامل الباسورد احمد 1 2 3 4، ده خطا جدا. وكمان فكره ان هو يستخدم بعض الكلمات السهله، في اصلا عندنا حاجه خوارزميات تقدر ان هي اصلا تجنريت باسورد مثلا من مليار باسورد او مليار تخمين، وبالتبعيه بيحصل عمليات مثلا بروت فورس على الحسابات بتاعتهم. الكلمات دي او الكلام ده موجود على فكره حاليا، وكان دايما 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 هو اكتر حاجه بتقرف شركات التكنولوجيا. واللي يمكن خليني اقول لحضرتك حتى حالا يعني حاجه انا ممكن اكون قابلتها امبارح وعجبتني جدا، جوجل مثلا وانا بعمل ساين ان للحساب بتاعي طلب مني ان انا اقرب التليفون لللابتوب وافتح البلوتوث بتاعي ومن خلاله يقدر ان هو يتعرف عليا ويقدر ان هو يديني اكسس للحساب بتاع جوجل بتاعي. طيب الطريقه دي لو انا واحد مثلا بحاول ان انا ريكفر اي اكونت تاني، هل كنت هقدر؟ بالتبعيه قطعا لا. يعني خلينا نحط اجابه ونقول للناس هو ممكن يستفيد ازاي من القصه دي. مبدئيا فكره ان انت تحط باسورد، ممكن الباسورد ده حد يشوفك وانت بتكتبه عادي جدا قاعد تكتب على كيبورد، او حتى يكون مزروع مثلا على البي سي بتاعي حاجه اسمها كي لوجر، وكي لوجر ده بياخد كل حاجه انا بحطها على الماوس او بحطها يعني بكتبها على كيبورد وتتنقل لطرف ثاني. طيب فكره ان انا اساين ان او ادخل على الاكونت بتاعي بدون باسورد هيسهل لي الدنيا في ايه؟ هيسهل لي الدنيا ان انا مش هيكون في حاجه ايد بتوجعني كده ممكن الهاكر يمسكها ويقدر ان هو ياكسس او يدخل على الاكونت بتاعي من خلالها. هيبقى في ربط ما بين التليفون، طالما انا فتحت على التليفون بتاعي مثلا حساباتي اللي هي الشركات اللي حضرتك تفضلت مشكوره وذكرت فيها، من خلال الدخول ده هقدر ان انا اسجل دخول مثلا عن طريق التليفون ان اوافق مثلا على عمليه التسجيل الدخول دي اللي انا بحاول ادخلها، او ان انا ارفضها واقول لجوجل والله يا جوجل دي حبيبي مشكله مثلا هنا وخلي بالك ان الشخص ده
بيحاول ان هو يخترق الحساب بتاعه. طيب تمام، هيدخل الدنيا في ايه فيما بعد. سؤال يا باشمهندس قبل النقطه الثانيه بعد اذن حضرتك، ده يبقى اللي حضرتك قلته دلوقتي ده يبقى ده بناء على الشركات اللي احنا ذكرناها بس، يعني كروم ادج، يعني هي دي الصفحات اللي لو دخلت عليها واحتفظ بالديتا بتاعتي مش هحتاج ان انا تاني ادخل باسورد بعد كده. هل انا فاهمه صح لغايه دلوقتي؟ اللي حضرتك كده الكلام اللي ذكرتيه فعلا صحيح، ولكن التجربه هتعمم على كله بقى وباقي حسابات الكلاود الموجوده على كافه المنصات. ليه الكلام ده بيحصل؟ لان زي ما قلت لحضرتك موضوع الباسورد هو حاجه عفى عليها الزمن، هي وسيله تقليديه بقت من السهل جدا ضربها اخترقها. بالظبط بالظبط. وخليني اقول لحضرتك حاجه يعني قويه جدا، وهي فكره ان حاليا بقى في طبعا ليك داتا بتتباع على الدارك ويب والديب ويب، بيانات مسربه بالظبط. فكل ده موجود حاليا بشكل كبير جدا، وتقريبا يعني احنا لو دخلنا يعني في مثلا خليني اقول لحضرتك حاجه صغيره، في موقع اسمه هاف اي باونت ممكن اي حد يستخدمه، ممكن تحط حضرتك ايميلك هتلاقي ان حضرتك تم اختراقك سابقا مثلا من خلال زي مثلا فيسبوك قبل كده ما تم تسريب بياناتها، في مثلا تويتر مثلا حصل عليها هجمات قبل كده وتم تسريب قواعد بيانات كامله، فهيقول لحضرتك هل الايميل بتاعك اللي هو بيمثلك انت طبعا شامل بقى كل المعلومات بتاعتي الحساسه اللي هي موجوده على الاكونت ايا كان هي ايه، انكلودد كمان او تشمل الباسورد، هيوضح لي هل انا تم اختراقي قبل كده ولا لا من خلال منصه ايه انا كنت مسجل بالايميل بتاعي عليها وتم تسريب بياناتي. الكلام ده موجود، الموقع اسمه هاف اي باونت، ممكن اي حد يدخل مشكورا هيكتب فقط رقم او يعني نقدر نقول الايميل بتاعه الحاجه اللي ممكن يقدر يسيرش بيها، وفي التبعيه هيظهر له ريزلت. واللي انا خليني اقول لحضرتك حاجه رفيعه كده صغيره جدا، وهي ان انا كاحمد لقيت لما حطيت ايميلات تخصني انا لقيت في مواقع كتيره جدا كانت مخترقه وتم تسريب بياناتي منها مواقع اصلا هوستنج خاصه مثلا بالويب سايتس والكلام ده كله. فاحنا غير يعني غير بعيدين عن الاختراق، لسنا في منأى عن ان اي حد يحصل ريكفر لاي باسورد له. فيا جماعه خلوا بالكم ودايما نحاول لو في اي طرق جديده نتبعها، لان ده هيحافظ على سلامه حساباتنا وبياناتنا. انا فاكره يا باشمهندس حضرتك اكتر من مره كنت معانا في هذا الصباح وكنا بنتكلم حضرتك واحنا على فكره مهمه جدا، انه من يرتضي انه يكون شغال على سمارت ديفايس او سمارت فون، اللي ارتضى ان هو يدخل عالم التكنولوجيا الحديثه ويبقى عنده ايميل وعنده صفحات او اكونتس على السوشيال ميديا وماسك في ايده موبايل سمارت بيدخله على طول على صفحته على فيسبوك وانستجرام وتويتر وما الى ذلك، انا فاكره كويس انه اتفقنا انه اللي ارتضى كده لازم يبقى عارف ان هو مخترق ومخترق ما فيهاش كلام. بس احنا بنحاول بقى نقلل الضرر على قد ما نقدر، يعني زي ما بنقول كده بنعمل اللي علينا وخلاص بقى الباقي مش بتاعنا، لانه كميه المخاطر اللي حوالينا من فكره اختراق صفحه وهاكينج على اكاونت وسرقه باسورد دي كتيره قوي، المخاطر بقت كتيره قوي حوالينا. خليني اقول لحضرتك حاجه صغيره جدا، هي دي الحروف القادمه اصلا، يعني احنا في اوروبا هناك حاليا حضرتك ممكن سيرش بسيط جدا تشوفي الحروف الاستبرانيه الموجوده هناك، الموضوع يعني خطير جدا. فالناس لازم تبقى عارفه ان في تطورات وتحديات تقنيه لازم حتما ان احنا نواكبها، والا هيبقى في مشكله وفي مشكله كبيره. يعني البيانات يا جماعه بتاعتنا وخصوصياتنا دي كنز كبير جدا، لازم حضرتك تخلي بالك، لازم يعني الموضوع طبعا الحذر طبعا. هل تنصح يا باشمهندس انه نسحب لما احنا مثلا بيبقى عندنا اصل اكتر حاجات الواحد بيقلق عليها ايه؟ صوره الفوتوز والجاليري والكونتاكتس. هل تنصح مثلا انه الصور تحديدا خلينا نتكلم عنها خصوصا لو صور عائليه صور خاصه، تنصح مثلا انه بعد ما ناخدها بالموبايل عندنا ننزلها مثلا على فلاشايه وبعدين نشيلها خالص، نشيلها حتى من الدرايف من الاي كلاود، نشيلها من اي حاجه؟ هل تنصح بكده ولا ملهاش داعي يعني ملهاش لازمه؟ هو انا بنصح جدا لان في اكسس، وانا باكد تاني لحضرتك الكلام ده، والكلام ده انا مش محتاج اكده كمان لانه مثبت بوقائع وممكن هنتكلم عنها حالا. لازم نشيل الكلام ده لان في اكسس بيحصل اصلا على القواعد بيانات للشركات الكبيره،
بيحصل اناليتكس وبيحصل يعني موضوع داخل فيه ابحاث وداخل فيه ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي على كل المنصات العالميه تقريبا. يعني مثلا ما احنا فيسبوك نفسها اللي كانت بتقول للناس انا عندي شفافيه انا عندي حصل لهم مشكلتين كبار جدا في واتساب وتحديدا فيسبوك لما حصل في موضوع اناليتيك بريتش. طيب الكلام اللي بيتقال دايما ما بيكونش كلام يعني واقعي. زي مثلا عندنا انستجرام ده هو يعني حنفيه صور كده مفتوحه، اي حد ممكن ان هو يقدر يستخدمها. وبالمناسبه انستجرام اصلا في بداياته كان الغرض منه فقط دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي، منها ديب سيك ومنها ما يتعلق بكل المشاريع المتعلقه على التعرف على الوجه. ده كان الانستجرام بشكل مبدئي كده في بداياته وقت ما تم اطلاقه قبل حتى ما شركه فيسبوك تشتريه او تستحوذ عليه. طيب الفكره في الفكره ان المعلومات بتاعتي منها الصور ومنها الفيديوهات ومنها الكلام ده هي يعني ثروه غير مقدره بمال. يعني انا عندي مثلا زي لما باجي مثلا غزو الذكاء الاصطناعي على بروجكت هبتدي ان انا اشتغل عليه وليكن مثلا موضوع التعرف على الوجه والحاجات اللي احنا السهله اللي بقت الناس حاليا تاخد بالها منها، انا مثلا بغذيه مثلا ب 5 6 مليون اكونت عن طريق مثلا الصور الخاصه بكل واحد بوضعيات مثلا خاصه بالوش بمحاذاه معينه، بخلي الذكاء الاصطناعي ان هو يكوجنايز للكلام ده كله يتعرف على كل الحاجات دي معلوماتي. بالظبط. هلاقي بعد كده ان المعلومات بتاعتي دي بدات تدخل في مشاريع هي يعني بليونز دولار كمان، وبدات ان هي تكون ماده خصبه كبيره جدا للناس. طيب ماذا لو انا منعت الكلام ده وخليت خصوصياتي يعني خاصه بيا مثلا موجوده عندي على التليفون بتاعي مش عامل لها شير، حتى الاكونتس اللي انا مثلا بستخدمها زي فيسبوك او زي مثلا انستجرام بقفل ما يتعلق بالابلود الخاص بالستور داخليا من داخل التطبيق. احنا لو دخلنا في السيتنج بتاع كل تطبيق هنلاقي فيه امكانيه ان انا ممكن الستور بتاعتي تترفع اوتوماتيك، سواء مثلا جوجل درايف سواء على فيسبوك سواء تويتر سواء وات ايفر البلاتفورم دي، ان احنا ممكن الحاجه دي تترفع اونلاين. طيب انا لو منعت الكلام ده فانا همنع المشكله اللي ممكن تحصل واللي ببساطه جدا ممكن حد اصلا يهاك عليا، شخص عادي يهاك عليا ويخترق كل معلوماتك. هي الفكره دايما يا باشمهندس زي ما حضرتك ذكرت اكتر من مره انه مهم جدا ان انا احاول استبق اي هاكينج ممكن يحصل عندي او اختراق ممكن يحصل بخطوات، ممكن اتقدم انا خطوات عن طريق تغيير الرقم السري بشكل مستمر بشكل دوري، اخد بالي الرقم السري ما يبقاش فيه استسهال او ارقام متتاليه. وطبعا هننتظر بقى نشوف نتاج هذه الشراكه اللي اتكلمنا عنها واللي كانت محور هذا الخبر. بشكرك جزيل الشكر مهندس احمد السخاوي خبير امن المعلومات على هذه البيان المعلومات الهامه جدا، لانه الحقيقه ده كان خبر مهم واحنا في هذا الصباح دايما حريصين ان احنا نتابع حضراتكم بالأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة واستخداماتها. منذ دقائق أو في بداية الحلقة نقلنا لحضراتكم صورة مباشرة وقلنا لحضراتكم النهاردة معانا حلقة خاصة ومعانا صور ولقطات على الهواء مباشرة من ممشى أهل مصر، وده أول استعراض للممشى على شاشة إكسترا نيوز، يعني أول استعراض لي على التلفزيون من خلال إكسترا نيوز وهذا الصباح. وكنت ساعتها سايبة زميلنا محمود السعيد واقف على الرصيف بيكلمنا هناك وبيتكلم على جمال الفيو حواليه وال الفيو من حواليه والباك جراوند او الخلفيه، ده كان في الاول. دلوقتي الحقيقه عرفنا او وصلتنا معلومات انه محمود استقل مركب وماشي في النيل ومش لوحده، معاه الحقيقه احد ضيوفه الكرام المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الاسكان. اعتقد انه هذه الجوله مش بس هنشوف من خلالها صوره جميله جدا وانما ايضا هنعرف منها تفاصيل ومعلومات كثيره جدا. يمكن الكاميرا حتى بتستعرض لينا دلوقتي الممشى. محمود كان ذكر لينا وإلى أن ننتقل إليه طبعا كان ذكر لينا أنه في مجموعة كبيرة من الخدمات الموجودة هناك هو لسه هيعرفنا عليها أكتر بالتفصيل، عدد كبير من المطاعم والكافيهات، وأنه الناس اللي بالفعل أو السادة المواطنين اللي بالفعل استخدموا أو ذهبوا إلى هذا الممشى قضوا فيه أوقات لطيفة، كان في رمضان حتى يمكن قليلا قبل رمضان، لكن الافتتاح بشكل رسمي والإعلان عن افتتاح والانتهاء من المرحلة الأولى بشكل رسمي ده الحقيقة بياخدنا إلى صورة جميلة جدا شايفينها دلوقتي على الهواء. مش عارفه لو محمود دلوقتي جاهز معانا ننتقل اليه على طول. جاهز لينا محمود السعيد، اليك الصوره والكلمه.
بشكرك طبعا يا منى، وزي ما انت قلتي احنا كنا طبعا على الممشى نفسه موجودين على الارض، دلوقتي نزلنا نهر النيل من اعظم الانهار. مش هنتكلم عن نهر النيل وان احنا نبقى شايفين ممشى ان شاء الله زي ما بيقال هيبقى، وهو بالفعل خلاص من اهم ريفر ووكس زي ما بيتقال، او الممشى اللي بجانب الانهار. زي ما قلت كمان معانا طبعا ضيفنا بيشرفنا المهندس طارق رفاعي معاون وزير الاسكان للمرافق، بنرحب بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك يا فندم. احنا محظوظين ان احنا موجودين يعني كاول تلفزيون بينقل صوره جميله جدا. مواطنين بدأوا من شهر 3 يتوافدوا على المكان ده واستمتعوا بيه في رمضان والعيد، وإن شاء الله بإذن الله طبعا دي بس المرحلة الأولى. لو نبدأ نتكلم عن المرحلة الأولى بما أننا موجودين فيها، انتهت من إمتى؟ احنا زي ما احنا بنقول اهو، لكن بالتفصيل أكتر وطولها قد إيه، لو تعرفنا أكتر عن المرحلة الأولى. أولا يا فندم تنورتون هنا في الممشى، ده ممشى أهل مصر لكل المصريين، وبنرحب بكافة أهالينا في محافظة القاهرة الكبرى يقدروا يستمتعوا معنا بالممشى. الممشى ده يا فندم جت فكرته في 2019 بتوجيه من فخامة الرئيس بتطوير واجهات نهر النيل وإعادة نهر النيل لجماله ورونقه. كلنا كنا شايفين المسطح كله كامل، كان في بعض الإشغالات الغير قانونية من بعض بقى الجائلين واللي بيحطوا كراسي على نهر النيل، ما كانش حد يقدر يستمتع بيه، كانوا بيحجبوا الرؤية عن نهر النيل. من هنا جت توجيهات فخامة الرئيس بدور وزارة الإسكان في تطوير واجهات نهر النيل بدءا من حلوان جنوبا حتى شبرا الخيمة شمالا في الاتجاه الموازي للقاهرة والاتجاه الموازي للجيزة بطول 53 كيلومتر. مشروع ضخم زي ده أول مرة يتنفذ في مصر، ما كانش ينفع أبدأه كله مرحلة واحدة، عشان كده بدأناه مراحل. المرحلة الأولى اللي احنا فيها النهاردة بدءا من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة بطول 1.8 كيلومتر، اتكلفت 585 مليون جنيه. بدأنا حضرتك النهاردة انتهت وبدأنا نحتفل بتشغيل المشروع. أولا احنا احتفلنا بنهو المشروع في بداية العام 2022، ثم جاء الافتتاح التجريبي للممشى يوم 17/3/2022 وفتحناه للجمهور. بعد كده قدروا أهلنا يستمتعوا بالممشى سواء في رمضان أو في الأعياد أو الأيام اللي انت حضرتك واحنا كنا بنصور قبل الهوا دلوقتي كان أهلنا بتنشوا عليها. حضرتك النهاردة الممشى ده كل أهلنا بس اللي ما زاروش الممشى متخيلين الممشى ده أو لما هنطور النيل هنطور الممشى الموازي للرصيف فوق، لا الممشى ده حضرتك ويمكن الكاميرا بتاع سيادتك جايباه في مستويين، المستوى العلوي الموازي للرصيف وده حضرتك بعرض حوالي 4.5 متر، ده حضرتك استخدمناه في اللاندسكيب وكراسي للقعدة وبعض المتنزهات للمشي ومسار لركوب الدراجات التراك للعجل. حضرتك بقى المستوى السفلي اللي هو حضرتك عملنا فيه المحلات والكافيتريات، هل تعلم سيادتك ان المسار السفلي ده كان في بعض الاماكن حوالي متر متر ونصف، قدرنا النهاردة نشتغل على المتر متر ونصف ده، بدأنا نعرض الممشى ده 6.5 متر تقريبا على طول المسار في المستوى السفلي. ده حضرتك اللي خلانا نقدر ننفذ 62 محل، نعمل 5 كافيتريات 5 مطاعم. حضرتك النهاردة بدأنا ننفذ 1813 خازوق وعملنا لهم مشيات خرسانيه بما لا يعوق حركه المياه. حضرتك النهارده لان انت عارف حضرتك نهر النيل والميه لازم تكون سريانها كويس، حضرتك دقينا هذه الخوازيق بما لا يعوق بالتنسيق مع وزاره الموارد المائيه والري بما لا يعوق سريان المياه داخل نهر النيل. حضرتك النهارده ما نسيناش ان الركنه جوه هذا المكان صعبه جدا. حضرتك انا وانا جاي ما رضيتش اجي بالعربيه، خفت قلت انا ازاي هركن وازاي هعمل، اتفاجئت بان في جراج كبير جدا. مش جراج يا فندم، احنا عندنا 3 جراجات. يعني انا اقصد جراج يعني اللي هو فكره الجراج. عندنا 3 جراجات 3 اماكن انتظار السيارات متفرقين على طول الكيلو 800 بيسعوا حوالي 150 سياره. ما نسيناش اهم حاجه اخواتنا واصحابنا من ذوي الهمم اللي دايما فخامه الرئيس بياكد ان احنا لازم ندمجهم في المجتمع ويقدروا يستمتعوا معانا بكل اللي بنعمله سواء من مشروعات او متنزهات وخلافه. عملنا رمبات للنزول والصعود لدراجاتهم وعملنا اماكن مخصصه لركن السيارات داخل هذه الجراشات الخاصة بيهم، عشان كده حضرتك النهاردة يقدروا يستمتعوا معنا بالممشى. حضرتك النهاردة عملنا كل حوالي 300 متر عملنا سلالم الصعود والنزول لسهولة الحركة من الجزء السفلي إلى الجزء العلوي. يعني ما ينفعش النهاردة أنزل الجزء العلوي عاوز أنزل الجزء السفلي أفضل ماشي كيلو 800 عشان أرجع مرة أخرى أطلع على الجزء العلوي، لا كل 300 متر في حضرتك سلالم الصعود والنزول لتسهيل الحركة بين المستوى العلوي والمستوى السفلي. طب يا فندم احنا حضرتك النهارده الممشى ده احنا هل احنا النهارده قمنا الصبح قلنا عايزين نعمل ممشى؟
لا، احنا حضرتك عندنا رؤيه مصر 2030، هي دي الرؤيه الحاكمه لمصر وللدوله المصريه كلها بكافه مؤسساتها المختلفه بتشتغل عليها. كان من ضمن اهداف استراتيجيه مصر 2030 هي خلق مناطق سياحيه، خلق مناطق جذب سياحي داخل المدن القائمه. ثاني حاجه زياده معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، كلنا عارفين الارتفاعات دي حاجه البنونية. مهمه جدا جدا جدا. احنا بنتكلم كمان، احنا العام ده ان شاء الله مصر هتستضيف كوب 27 مؤتمر تغير المناخ، وأهمية وجود المساحات الخضراء نسبة لعدد السكان. فدي من الحاجات اللي كانت جذباني جدا، وأنا بشوف فكرة إن ممشى أهل مصر مش بس استمتاع بالنيل لكن زيادة المساحات الخضراء في نفس الوقت. طبعا يا فندم، ده كان حضرتك من ضمن أهداف الاستراتيجية واللي أكدت عليه، إن أنا أخلق أو أزود معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وخصوصا في المدن الكبرى القائمة اللي هي من اقليم القاهره الكبرى. حضرتك عارفين النهارده الارتفاعات الجنونيه والبناء اللي شمل كل الاقليم كله ما عادش فيه متنزه لاهالينا يقدروا يستمتعوا بيه. عشان كده حضرتك النهارده كان من ضمن الاهداف ان انا اخلق، حضرتك ازود معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء. نزلنا يا فندم في الكيلو 800 ده 235 شجره و62 نخله فقط، بخلاف اللاند سكيب اللي سيادتك شفته في الجزء العلوي والجزء السفلي. حضرتك النهارده عملنا الكلام ده ازاي؟ اول حاجه حضرتك النهارده عملنا مساحات لإقامة أنشطة ترفيهية وثقافية. حضرتك عندنا ثلاث مدرجات، منهم مدرج في الخلف عندنا ده يسع 1240 فرد، وعندنا مسرح مكشوف. مسرح المكشوف طبعا ده كان صورة ممتازة جدا، وحاجة من الحاجات بجد اللي مشرفة ان يبقى موجود مسرح مكشوف داخل نهر النيل. طبعا يا فندم ده بيسع حوالي 770 فرد، اقدر اقيم عليه احتفالات قومية، مهرجانات، انشطة ثقافية لطلبة الجامعة، طلبة الثانوي، كل الانشطة الثقافية اللي نقدر نعملها اتحنا ليها مساحات جوه الممشى. تاني حاجة حضرتك النهاردة ان انا شجعت على الاستثمار والتنمية عن طريق اقامة مراكب شراعية. مشاركة القطاع الخاص زي ما سيادة الرئيس قال، موجود شركات وموجود مطاعم، موجود كافيهات طبعا موجودة على طول الممشى، غير اللي شاركت طبعا في تنفيذ هذا المشروع. طبعا يا فندم، من حضرتك النهارده زي ما قلت لك كده، عملنا كافة الخدمات اللي أهلينا محتاجينها، عملنا مراسي، مراكب شراعية، عملنا إقامة مطاعم، عملنا كافيتريات، كل ده حضرتك يا فندم عشان أخلق مناطق جذب سياحي داخل المدن القائمة. كلنا كنا عارفين إن يعني مصر دايما ربنا حبيها بإن دايما السياح بييجوا مصر هنا، كان أغلب السياح اللي بيجوا لنا سواء من العالم العربي أو من أوروبا أو أمريكا، كلهم حضرتك كانوا بييجوا يطلعوا المناطق السياحية زي الأقصر وأسوان، شرم الشيخ، الغردقة. لا، النهارده حضرتك النهارده احنا عاوزين نخلق مناطق جذب سياحي داخل المدن القائمة. السائح لو جه حضرتك النهارده في القاهرة وبيبيت فيها يلاقي مكان يقدر يستمتع بيه في كافة الخدمات. أنا عايز أقف هنا بقى، يعني عايز أقف الأول عند حاجتين، معلش. المواطن وهو بيتفرج على الحاجات دي، وأنا يعني سمعت ده من بعض المواطنين، يعني وأنا جاي راكب تاكسي أو أي حاجة زي كده، فهو بيسألني هو الممشى ده بفلوس؟ دي النقطة اللي هنتكلم عليها. من كتر ما هو شايف حاجة معمولة محترمة فهو متخيل ان ده انا هدخل ادفع فلوس عشان امشي على نهر النيل. دي رقم واحد. رقم اتنين هربطها بيه، لما هتزيد الكثافة السكانية ومع وجود السياح، ودي حاجة مهمة عشان الحفاظ على السياحة وفكرة الناحية الأمنية والسيطرة على الحفاظ على السلوك المواطنين الغير منضبطين. النقطتين دول مهمين. طبعا بص يا فندم، أولا وقولا واحدا كان في توجيهات فخامة الرئيس، الممشى بلا رسوم. دي الممشى أول حاجة عشان الناس تبقى عارفة. طبعا يا فندم احنا قلنا ده مرارا وتكرارا، الممشى بلا رسوم. حضرتك ده اسمه ممشى أهل مصر، يستطيع أهالينا في كل مكان يستمتعوا بالممشى سواء في الجزء العلوي أو الجزء السفلي للتنزه بلا رسوم. الرسوم ستكون فقط لركن السيارات في الجراشات، لاستخدام المحلات أو المطاعم أو الكافيتريات. زي ما سيادتك النهاردة بتدخل في أي مكان خارج الممشى بتركن في باركينج بتدفع ثمن الباركينج، بتنزل تاخد خدمة معينة، بتشتري حاجة معينة تدفع ثمنها. إنما يستطيع أهالينا ان هم يتنزهوا في الممشى العلوي والسفلي بلا رسوم، ادام حضرتك مش هياخد خدمه من الخدمات المقدمه من المحلات او من الجراشات. اي خدمه قصادها طبعا المقابل بتاعها، دي لا خلاف عليه. طبعا الجزء الثاني سيادتك تفضلت فيه، ده جزء مهم جدا. هل حضرتك النهارده لما الكثافه السكانيه تزيد، هل انا هعمل الممشى ده في المسافه دي فقط وكل اهالينا في محافظه القاهره الكبرى او اقليم القاهره الكبرى هيجوا في الكيلو 800 هنا يقدروا يستمتعوا فيه مع بعض؟ لا يا فندم، الممشى زي ما قلت لسيادتك في البدايه هنعمله مبدا من حلوان جنوبا حتى شبرا الخيمه شمالا في الاتجاهين بطول 53 كيلومتر. كل الخدمات التي قدمت في المرحله الاولى من كافيتريات ومطاعم ومسارح سيتم تقديمها في باقي المراحل الثانيه، عشان كل واحد فينا من اهالينا يقدر يستمتع بالكورنيش قصاده. انا مش عاوز حد يجي من المعادي يقول لا ده انا عندي عند كوبري 15 مايو في خدمات بتقدم
اتعب اكتر، فانا لازم اجي عند 15 مايو يبقى عندي في المعادي عدد قليل من الاهالينا بيستمتعوا هناك، وهنا في تكدس. لا، كافه الخدمات التي قدمت في المرحله الاولى سيتم تقديمها في باقي المراحل اللي هتتعمل بعد كده باذن الله. احنا هنتكلم دلوقتي على تنفيذ المراحل الثانيه. النقطه المهمه بقى اللي سيادتك قلت عليها ديت، ان احنا النهارده ازاي نحافظ على الممشى ده. ماشي يا فندم. بص احنا اتخذنا يعني بدءا سواء لا قدر الله اعتداء على الحاجات الجميله، شفنا الزراعات و رخام وحاجات محترمه جدا، او حتى السلوكيات اللي ممكن تضايق بعض السياح. بص يا فندم، احنا حضرتك اتخذنا العلم الحديث في كل تنفيذ مشروعاتنا بعد 2014 في الجمهوريه الجديده، عشان حضرتك النهارده الممشى ده من ضمن المشروعات القوميه. حضرتك النهارده اول حاجه خططنا وجبنا استشاريين مصريين لتخطيط الممشى والخدمات اللي تقدم فيه، وتم عرضها على دوله رئيس مجلس الوزراء. بعد كده ساعدتنا في التنفيذ الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه باجهزتها المختلفه اللي بنكون لها كل الشكر، ولولا الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه ما كانش الممشى يقدر يتنفذ في هذا الوقت الضيق. بحيث حضرتك النهارده قلت لستك كده، احنا حضرتك شغال على الكورنيش عصب البلد كلها. لو عطلت حركه المرور على الكورنيش حضرتك البلد كلها تنشل. قدرت الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه تدخل وتخرج بمعداتها بدون اعاقه لحركه المرور. تاني حاجه زي ما قلت لسيادتك قبل كده، ان الممشى في الجزء السفلي كان لا يتجاوز بعض الاماكن متر متر ونص. تخيل سيادتك بتشتغل بمعدات ثقيله ماشي واسمنت ورمال وخلافه، حضرتك داخل مكان ضيق زي ده. تالت حاجه، ان في عز ازمه بعد ما بدانا في الممشى جت ازمه كورونا ماشي العالميه، بس الحمد لله نتيجه اتخاذ الاجراءات الاحترازيه داخل الممشى الحمد لله الممشى لم يسجل اي حاله اصابه بكورونا واحده، ولم يتم غلقه على طول الثلاث سنوات الماضيه في اللي هي كان فيها ازمه كورونا. تاني حاجه بقى المهمه جدا زي ما سيادتك قلت، ان انا بعد ما خلصت المشروع عاوز احافظ عليه. ماشي، انا حضرتك النهارده كان في الماضي بيتم تنفيذ مشروعات، بس احنا ما يعني احنا كحكومه ما بنعرفش ندير كويس المشروعات اللي احنا بنعملها. فعشان كده كان في توجيه فخامه الرئيس ان احنا نجيب شركه لاداره المشروع، شركه بتفهم في شغلها. جبنا حضرتك اشراك القطاع الخاص زي ما سياده الرئيس قال. طبعا يا فندم، جبنا شركه سي تي اتش ماشي، ده مطور عقاري هيئه المكتبات العمرانيه، بدات تجيب مع شركه كونسل ماستر اللي بتدير المشروع. حضرتك احنا عندنا ثلاث طرق للتامين يا فندم، عندنا كاميرات مراقبه على طول المسار، عندنا حضرتك النهارده الامن الخاص بالشركه اللي بتشغل المشروع وتديره. وسيادتك لاحظت انهم موجودين على طول المسار وانا نازل قالوا لي رايح فين. طبعا ماشي. ثالث حاجه حضرتك النهارده، ان احنا تعاقدنا مع كافه الاقسام الشرطيه اللي موجوده على طول المسار عشان تبقى في تامين، دوريات تامين ل دابورات تامين للممشى هنا. عشان حضرتك اول حاجه زي بعض احنا مش عاوزين نقول لا، الشعب المصري الحمد لله بأواعي. ابدا ايوه، الشعب المصري الحمد لله بأواعي جدا لله. وبيحافظ على مشروعاته في دي فلوسه اللي احنا نفذنا بيها المشروع وخدماتها بتعود عليه هو. احنا بنقول بعض اهالينا اللي سلوكهم غير منضبط من الشباب الصغير او اللي لسه مش عارف قيمه الممشى ده قد ايه، عشان كده حضرتك احنا بنحافظ عليه. لما كان حضرتك الاعداد كبيره جدا في العيد بدانا نعمل الجزء العلوي للي هم جايين منفردين والجزء السفلي للعائلات، عشان مش في احتكاك بين المواطن يعني او حد جاي يتمشى مع اصحابه زي واحد جاي مع اسرته ولاده بنته مش عارف ايه. عملنا الجزء السفلي في العيد للعائلات والجزء العلوي، وزي ما حضرتك بتقول دي بس مجرد المرحله الاولى، لكن استكمالا هيبقى كل حد يقدر قدام منطقته ومكانه. طب نتكلم على المراحل المختلفة، ولما أنا قريت فكرة أن أبقى موجود من أسوان لرشيد إن شاء الله يبقى تنفيذ فكرة ممشى أهل مصر إن شاء الله، قد إيه محطوطة الخطة المستقبلية هتتنفذ في خلال قد إيه؟ إمتى برضو يبدأ أهالينا في المحافظات أنهم يشوفوا ممشى ده على نهر النيل؟ أولا يا فندم سيادتك سألت سؤال مهم جدا، انسأل كتير. هو دور وزاره الاسكان، هو كان فيه في توجيهات فخامه الرئيس نطور المسطح كله ماشي، بس دور وزاره الاسكان مقتصر على بدا من حلوان جنوبا حتى شبرا الخيمه شمالا. باقي المحافظات يتم تطويرها حاليا عن طريق الساده المحافظين، واحنا شاهدنا كلنا في وسائل الاعلام المختلفه اكتر من مكان في المنيا في دمياط في المنصوره بقى في ممشى مماثل لممشى الموجود في القاهره. ده بيكون تنفيذه عن طريق الساده المحافظين، كل محافظ اقليم في المحافظه بتاعته. حضرتك النهارده احنا بنتكلم سيادتك النهارده في عندنا مرحله ثانيه شمالا وجنوبا من المرحله الاولى، بدا من كوبري امبابه حتى كوبري الساحل، ومن كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل. دي طولها 3.2 كيلومتر، دي وصلنا نسبه التنفيذ 85%، وان شاء الله قبل نهايه العام 22 ستكون جاهزه لاستقبال الجمهور. جميل كده. لو وصلنا نسبه اتفضل كمل اتفضل. انا كنت هسال على ان ايه اللي بيبقى موجود الناس بتساله. انا شايف لما حضرتك قلت لي في السكيورتي وكاميرات المراقبه، لما حضرتك بتقول لي كمان فكره ان ما سجلناش ولا
حالة كورونا، أكيد كده في خدمات صحية موجودة على 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 الممشى. عايز لو برضو حد بيتساءل عن فكرة كل هذه الخدمات متوفرة، وزي ما حضرتك قلت كل مرحلة هتبقى مشابهة، مفيش حاجة هتبقى ناقصة من الـ من الـ من الحاجات التانية. إن شاء الله فكرة المواصلات على ممشى، أنا عارف برضو ممكن ما تكونش تبع وزارة الإسكان، لكن احنا شفنا بعض تاكسي النيل وظهور وسائل المرافق للانتقال ما بين المراحل المختلفة، لأنه هتكون فكرة محترمة جدا. أنا انتقل مثلا برضو أنا رايح من المعادي وطالع من الممشى بتاعي بعد ما خلصت رايح مشوار تاني في شبرا، فباخد المتنزه بتاعي من خلال النيل. طبعا يا فندم ده حضرتك، بص يا فندم احنا تعاوننا حضرتك مع كافة، احنا قبل ما نعمل حضرتك الممشى ده كان عندنا بعض المراكب اللي كانت واقفه موجوده، كان عندنا تاكسي النيل ده اصلا كان موجود واخد تصريح عشان يبدا يشتغل في الوقت اشتغلنا فيه، اجلنا كل ده لحين اهو الممشى ووجود شركه للاداره، وجود وسائل نقل مختلفه سواء من اتوبيسات هيئه اتوبيس القاهره او تاكسي النيل او وخلافه، ده هيخدم الممشى هيخدم كتير جدا، لان حضرتك النهارده انت مش بتتنقل تقضي مشوار من مكان لمكان فقط، لا ده انت حضرتك بتمشي في متنزه جوه نهر النيل بتستمتع بالرحله بتاعك، فبتاخد حاجتين اتنين كانك بتتنزه في نفس الوقت وبتقضي مشوارك. ده حضرتك اللي احنا بنطبقه على طول المسار، يكون التاكسي النيل ده موجود معانا على كافه المسار باذن الله في المراحل القادمه، بحيث يقدر ينقل اكبر عدد من اهالينا يوميا. ده حضرتك هيخف الضغط على الكورنيش نفسه، على الكورنيش العربيات نفسه. مظبوط، ده حضرتك هيفك الضغط عنه. حضرتك المرحله الثانيه زي ما سيادتك قلت، هل احنا وقفنا عند المرحله الثانيه؟ لا، احنا كل ما نبدا مرحله بيجينا توجيه من دوله رئيس مجلس الوزراء بدء في مرحله جديده. لمجرد بدانا في المرحله الثانيه بدانا نشتغل فيها، جانا توجيه من دوله رئيس مجلس الوزراء بالبدء في المرحله الثالثه، وهي شمالا وجنوبا المرحله الثانيه، بدءا من كوبري الساحل حتى كوبري طحيا مصر، وبدءا من كوبري قصر النيل حتى كوبري الميريديان. دي المرحله الوحيده اللي اتقسمت نصين، لان الجزء من قصر النيل حتى الميريديان كان في بعض المنشات الشرطيه كان لازم يكون في تنسيق معاها لدخولها جوه الممشى وتامين المنشات الشرطيه الموجوده في هذا المسار، عشان كده بدانا في المرحله الاولى من المرحله الثالثه اللي هي بدءا من كوبري قصر من كوبري الساحل حتى كوبري طحيا مصر، وصلنا برضو نسبه تنفيذ 80%، وان شاء الله قبل نهايه العام هتكون جاهزه للافتتاح مع المرحله الثانيه. المرحله بتاع كوبري قصر النيل حتى كوبري الميريديان بدانا الحمد لله النهارده نسقنا مع وزاره الداخليه، بدا يكون في تصميم مشترك للممشى يتماشى مع المنشات الشرطيه الموجوده في هذا المكان، وان شاء الله بنبدا فيه دلوقتي ان شاء الله عشان نبدا التنفيذ في هذه المرحله. بعد كده جانا توجيه من دوله رئيس مجلس الوزراء بتطوير جزيره الزمالك كامله في جميع الاتجاهات بطول 8 كيلومتر. المسافه دي حضرتك قسمناها اسبقيتين، اسبقيه اولى واسبقيه ثانيه. الاسبقيه الاولى بدءا من مطعم بيوته هنا في الزمالك حتى مجلس قياده الثوره بطول 4 كيلو، دول بدانا في اول كيلو 700 التنفيذ فيهم، ومكملين ان شاء الله عشان ننتهي من الاسبقيه الاولى. طيب انا يعني طبعا احنا حاولنا واستعرضنا كل حاجه ووضحنا، لو احنا نقول كلمه للمواطن مره ثانيه، سواء الكلمه لطمئنته انه يقدر يستخدم خلاص ممشى أهل مصر ويقدر يبقى فيه متنفس ليه على نهر النيل، والحاجة التانية الحفاظ على هذا الممشى. أنا بعيد عليها مرارا وتكرارا، لأن أنا خلاص أنا موجود في مكان بجد أنا معجب بيه كمواطن، مش كأن إحنا جايين بنسجل ولا بننقل صورة، أنا من ساعة ما جيت أنا معجب بالمكان. فعايزين كلمة للمواطن اللي بيسمعنا عشان يبقى عارف، إحنا حتى من الاسم هو الممشى بتاعنا ممشى أهل مصر. طبعا يا فندم هو كان فيه اختيار دقيق لاسم المشروع عشان يعبر عن جميع اهالينا ممشى اهل مصر. بنطمن اهالينا ان الممشى هيتعامل على مراحل زي ما بدانا في هذه المراحل، بدءا من حلوان جنوبا حتى شبرا الخيمه شمالا، هنوصل لكل اهالينا في اقليم محافظه القاهره الكبرى. والخطاب اللي دايما بنوجهه لكل اهالينا في اي مشروع قومي، احنا حضرتك النهارده هذه المشروعات بتنفذ من خلال الضرائب ومن خلال الاموال اللي بتدفعوها للدوله، في من الدوله بتفرضها على المواطنين في صوره ضرائب او خدمات او خلافه، ده حضرتك هي دي فلوسكم، وديت يعني مشروعات ليكم ولاحفادكم بعد كده ولاولادكم، فيا ريت نحافظ عليها. حضرتك احنا عاملين باسكتات للقمامه على طول المسار، يا ريت نحافظ ونرمي، لان حضرتك احنا زي ما بنقول عاوزين نخلق مناطق جذب سياحي، عاوزين السياح يعتبروا اقليم القاهره الكبرى ده منطقه جذب سياحي يقدروا يجوا يستمتعوا بيه هنا ويقدروا يقضوا ايام مختلفه داخل اقليم القاهره الكبرى. حضرتك يا ريت نحافظ على المكان يكون شكله كويس، اهالينا وخصوصا الشباب الصغير اللي بنقول ان هو مش جاي يخرب بقصد،
اللي هو بيجي وبيجي يشخبط على الحيطه او بيجي يقلع شجره من مكانها، يا ريت نحافظ على ده، لان اللي حضرتك بتعمله ده بنرجع نعيده بفلوس ثانيه من فلوس المواطن المصري، ودي المشروعات دي ليست ملك الدوله المصريه وانما هي ملك المواطن المصري. انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الاسكان للمرافق، نورتنا واحنا جزيلا. كمان مبسوطين ان احنا موجودين مع حضرتك في هذا المكان الجميل. شكرا، نورتونا يا فندم. تسلم. شكرا جزيلا. واحنا مشاهدينا الكرام لسه مكملين مع حضراتكم، لسه فقراتنا هتكون موجوده مع حضراتكم على ممشى اهل مصر، لسه معانا لقاءات اخرى هتكون موجوده معانا على ممشى اهل مصر، وعايز اقول لحضراتكم كمان ان احنا محضرين لحضراتكم دلوقتي كمان فيديو جراف هينقل لكم مجموعه من المعلومات عن ممشى اهل مصر استكمالا لما عرضناه، وهنرجع لمنى ولسه مكملين مع حضراتكم ان شاء الله هذه الحلقه الخاصه لاول مره كاميرا بتنزل، كاميرا اكسترا نيوز وكاميرا هذا الصباح نزلت لممشى اهل مصر عشان نوريكم الصوره الجميله اللي احنا ان شاء الله كلنا بنفخر فيها انها موجوده عندنا في مصر. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، وبشكر زميلي محمود السعيد على هذا اللقاء الهام جدا مع المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الاسكان للمرافق. الحقيقه نتكلم عن تفاصيل كثيره جدا، ويعني وضعنا في الصوره بتفاصيلها حول افتتاح المرحله الاولى من ممشى اهل مصر، وايضا الخطط المستقبليه لهذا الممشى بطول كورنيش النيل. والحقيقه انه فكره انه ال ودي يمكن ذكرها الضيف الكريم أكتر من مرة، فكرة أنه إحنا في مصر شغالين بقوة على استراتيجية التنمية المستدامة 2030، واللي زي ما كنا دايما أو طول الوقت بنقول أنه من أهم بنودها اتحضر للأخضر، فكرة أنه لازم نزود من المساحات الخضراء، نقلل بقدر المستطاع من العوادم والانبعاثات الضارة، وأيضا نقوم بالعمل على كل ما هو يحافظ على البيئة أو كل ما هو يساعدنا في الحفاظ على البيئة. والحقيقة إنه لما بنقول إنه أو لا نبالغ أبدا عندما نقول إنه العالم كله يترقب مؤتمر كوب 27 أو كوب 27 اللي المفروض إن شاء الله يقام في نوفمبر من العام الجاري في مصر في أرض السلام تحديدا في شرم الشيخ. ليه؟ لأنه أولا نظرا لأهمية هذا المؤتمر، وحيبني على النسخ السابقة من هذا المؤتمر وأهم التوصيات اللي كانوا لخصوا إليها من هذا المؤتمر وما هو آت في هذا الصدد. النقطة الثانية إنه مصر باعتبارها إحدى الدول الواعدة في هذا المجال، مصر مستوفية ملفات كثيرة جدا لها علاقة بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وأيضا التأهب إلى الأخضر، في مبادرات جديدة كثيرة جدا اتعملت. لما بنشوف حتى مبادرات تبدو يمكن لينا صغيرة ولكن هي بتفرق جدا في هذا الملف، استراتيجية التنمية المستدامة زي مثلا الإكثار من أعداد الأتوبيسات اللي هي الخضراء، وبتلاقي كده مكتوب
عليها جو جرين، البعض منها بيكون عن طريق شركات خاصة ممنوحة إلى مصر، والبعض الآخر بيكون بتوفره الدولة المصرية. وبالتالي نعرف أنه الباص ده غير أنه فيه واي فاي مجانا، وغير أنه فيه يعني خدمات أعلى، هو كمان ما فيهوش الانبعاثات الضارة اللي ممكن تكون موجودة في أتوبيسات أخرى. في أشكال كثيرة جدا إن شاء الله في هذا الصباح والفترة القادمة كمان يكون عندنا تركيز أكثر على هذا الملف، كيف تستقبل أو تستعد مصر لاستقبال مؤتمر المناخ كوب 27 أو كوب 27، وإيه الحاجات المهمة جدا اللي الدولة بتعملها وشغالة عليها، واللي لازم المواطن كمان يكون عنده فكرة عنها، لأنه في كمان دور مهم جدا عندنا كمواطنين في الحفاظ على البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، والأهم الحفاظ على الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية. هنروح إلى خبر أيضا له علاقة بكل ما ذكرناه الآن. سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة كريستيان بيرجر قال أنه الاتحاد الأوروبي سيدعم مصر في استضافة هذا المؤتمر اللي كنت بتكلم مع حضراتكم عنه، طبعا مؤتمر الهام جدا كوب 27، مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة لهذه الاتفاقية في نوفمبر الجاي القادم. وقال أنه الاتحاد سيدعم الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. وخلال مؤتمر الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي قال أنه التحديث المستمر للشراكة الاستراتيجية سيكون جزء لا يتجزأ من التعاون القوي بين الجانبين في الفترة المقبلة، خاصة أن العالم يمر بأوقات صعبة بسبب جائحة كوفيد وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. لمزيد من التفاصيل وللتعرف على هذه الأوجه المختلفة من الوعد المنتظر تنفيذه في هذا التعاون في هذا الملف المهم، معنا للتعقيب الدكتور علي قطب أستاذ المناخ. صباح الخير لحضرتك يا دكتور. صباح النور، أهلا بك يا أستاذة منى. أهلا وسهلا يا فندم. يعني ما هي أوجه الدعم اللي ممكن الاتحاد الأوروبي يكون بيقصدها عند الإشارة إلى الدعم اللي سيقدم إلى مصر لإتمام عملية استضافتها لمؤتمر المناخ كوب 27 أو كوب 27 في نوفمبر إن شاء الله من العام الجاري؟ في الحقيقة أنت حضرتك يعني أشرت في تقرير مختصر عن كل ما حدث وما سيحدث في كوب 27، مؤتمر المناخ العالمي الذي سوف يعقد على الأراضي المصرية في نوفمبر هذا العام. هو مؤتمر له أهمية وجلل كبير جدا على مستوى العالم. أن يعقد مثل هذا المؤتمر في البداية على الأراضي المصرية، فهذه هي تعتبر بمثابة أن العالم ينظر إلى مصر نظرة مرتفعة جدا جدا جدا. هذه نقطة. النقطة الثانية، الشراكة التي أشرت إليها من قبل الاتحاد الأوروبي، نحن نتمنى أن تستمر هذه الشراكة وتدعيم مصر في المناخ الأخضر. والمناخ الأخضر معناها تنفيذ للمشروعات اللي بتكون بها جمهورية مصر العربية من طبعا نقلة حضارية كبيرة جدا، سواء كان تخفيض نسب الانبعاثات الكربونية عن طريق تخفيض الطاقة الكهربائية واستخدام طاقة بديلة لطاقة الوقود الأحفوري، وبالتالي هيبقى في طاقة الشمسية وطاقة الرياح وازدياد كميات السيارات الناتجة والمستخدمة لهذه البيئة النظيفة. نقدر نقول ان بالفعل مصر في احتياج شديد جدا لهذه الشراكات والتمويل الذي اشارت اليه المؤتمرات السابقه مثل مؤتمر جلاسكو الذي عقد في المملكه المتحده في العام الماضي. نقدر نقول هذه الشراكه تتمثل في التمويل وتنفيذ المشروعات اللي بنشير اليها زي القطار السريع وتخفيض عدد السيارات داخل العاصمه وزيادة المسطحات الخضراء واستخدام طاقة بديلة لطاقة الوقود الأحفوري. نعم، فكرة الانبعاثات يا دكتور من أكتر الأمور والملفات الهامة جدا والمحيرة الحقيقة اللي العالم اتكلم فيها، وكان طول الوقت في تبادل الاتهامات بين أطراف الدول النامية وبين الدول المتقدمة في الصناعات، إنه الدول النامية بتقول الدول يعني الدول المتقدمة أكتر الصناعات اللي فيها انبعاثات ضارة بالبيئة وبالغلاف الجوي بتأتي من مخلفات مصانعكم الكبرى، وفي النهاية نحن والعالم كله يدفع هذا الثمن. النهارده الملف ده وصلنا فيه لايه؟ لانه لو في احنا حركة طبعا عارف انه في عندنا الماكرو ليفل والمايكرو ليفل او المستوى الاشمل والاكبر والمستوى الاصغر.
فالمستوى الأشمل والأكبر هو طبعا عمل المصانع طبعا الكرة الأرضية طبعا، والمستوى الأصغر هو العمل المصانع والمخلفات وما إلى ذلك. النهاردة وصلوا لإيه يا فندم في هذا الملف؟ يعني لو احنا حتى بنتكلم على شكل من الأشكال الجميلة في الاتجاه إلى التنمية المستدامة وتحضر للأخضر زي ممشى أهل مصر إن احنا اللي احنا مبسوطين إن احنا على الهواء بنقدم منه لقطات دلوقتي، إزاي العالم يقدر يوحد جهوده عشان يتوجه لده؟ ازاي الصرخه هنا تكون حقيقيه ونقول للعالم علينا البدء فورا في تقليل الانبعاثات الضاره بكل اشكالها؟ الحقيقه ان الدول الناميه وجمهوريه مصر العربيه في افريقيا والعديد من الدول العربيه في السعوديه والامارات بيقوموا تنفيذ التنميه المستدامه باستخدام طاقه نظيفه يعني خاليه من الملوثات الطبيعيه، وده واضح من خلال المشاريع اللي بتنفذها الحكومه والمناخ الافضل. لكن المشكله الكبرى في الدول الصناعيه الكبرى التي تقوم تصدير هذه الانبعاثات الكربونيه من خلال المصانع، من خلال التجارب النوويه التي تتم في الفضاء. ولا طبعا احنا بنتكلم على سطح الارض، الفضاء هو الأساس، الغلاف الجوي هو الأساس، أي خلل في مكونات الغلاف الجوي هيكون ليه تأثير سلبي على سطح الكرة الأرضية طبعاً. أي خلل في طبقة الإيزون، وطبقة الإيزون هي طبقة مفلترة للأشعة الفوق بنفسجية الضارة والتي تسبب أمراض سرطانية، هيكون لها ضرر على سطح الكرة الأرضية، سواء كان الإنسان، النبات، الحيوان، كل الكائنات الحية الموجودة على سطح الكرة الأرضية سوف تتضرر من هذه الانبعاثات الكربونية. طبعا الشراكة مهمة جدا جدا مع هذه الدول، الاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا وما إلى ذلك، ولكن الحرب الدائرة ما بين أوكرانيا وروسيا لها آثار سلبية على البيئة والتلوث البيئي. استخدام الدول الصناعية الكبرى للتجارب النووية لها آثار سلبية أيضا على دولنا في المنطقة الإفريقية والمنطقة العربية، لأن احنا متضررين. وبالتالي أنا أتمنى أن تقوم الدول الصناعية الكبرى بتنفيذ تعهداتها وتوصياتها من خلال المؤتمرات السابقة، وهو مؤتمر كوب 1 كوب 15 اللي حدث في فرنسا في 2015 واللي حضره السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومؤتمر جلاسكو أيضا اللي كان في المملكة المتحدة في العام الماضي. وهي هذه التوصيات، هو تنفيذ التوصيات ما قيمته 100 مليار دولار سنويا للدول المتضررة من هذه الانبعاثات الكربونيه، وعلى راسها الدول الافريقيه طبعا في جمهوريه مصر العربيه بزعامه مصر طبعا بالنسبه لافريقيا. هل مصر كدوله واعده في هذا الملف تحقيق التنميه المستدامه وما تقدمه للعالم من خطوات جاده على الارض بخطط عمل مفصله نريد الوصول الى هذه الاهداف عن طريق 1 2 3 وخطط عمل مفصله، رؤيه واثقه الخطى ورؤيه مبنيه على الاهداف القابل تحقيقها والواقعيه والخطط كلها اللازمه لتحقيق هذه الاهداف؟ هل نستطيع ان نقول انه مصر من هذا المنطلق تلفت انظار العالم، او هي بالفعل لفتت انظار العالم يعني، وهو كان احد الاسباب الرئيسيه طبعا ل استضافتنا إن شاء الله كوب 27 في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ بإذن الله في نوفمبر من هذا العام، وعلى المدى الأبعد كمان من ذلك حتى ما بعد المؤتمر، أن مصر يصبح لها الآن مكانة كبيرة وتسمع آرائها فيما يتعلق بملف المناخ تحديدا، وهو أحد أهم الملفات الآن في العالم كله. أستاذة منى، أنا عاوز أقول لحضرتك أن جمهورية مصر العربية قائمة بتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية، وبالفعل نحن على خطى إيجابية قوية جدا في تنمية مستدامة باستخدام طاقة نظيفة وجديدة واستبعاد الطاقة الوقود الأحفوري. المشكلة في الدول الصناعية الكبرى أنها بتعمل تنمية مستدامة على حساب الانبعاثات الكربونية، على حساب التلوث البيئي، ولكن هي لديها إمكانيات تكنولوجية ومادية أن تقوم بموائمة هذه التلوثات البيئية في دولهم. أما نحن ففي أفريقيا لسنا قادرين على تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى التي تتكلف مليارات الدولارات. وبالتالي أنا أتمنى أن هذه الدول، الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو الصين أو هذه الدول الصناعية الكبرى،
أن تلتزم بهذه التعهدات على أرض الواقع، ليست فقط من خلال مؤتمرات وتوصيات، ولكن تنفيذ لوجستي واقعي. صحيح. نحن لدينا تنفيذ مشروعات قوية جدا جدا، أنا سعيد ومنبهر بهذه المشروعات، وأتمنى أن الحكومة تسير على هذه الخطى رغم أنه له تكلفة مالية تؤثر على الدولة وتؤثر على الفرد، لكننا نتحمل في مقابل بيئة نظيفة خالية من التلوثات البيئية. نعم، نأمل ذلك جميعا. دكتور علي قطب أستاذ المناخ، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم لهذه المداخلة. صحيح احنا يعني عندنا هذه الاخبار واخبار اخرى مهمه، وصحيح كمان نحن سعداء بخروج كاميرات هذا الصباح من اكسترا نيوز الى ممشى اهل مصر والصوره الجميله اللي زملائنا هناك في الممشى بيدوهنا، لكن ده ما يمنعش انه نكون حريصين جدا على لقائنا الاسبوعي اللي بيجمعنا مع الاستاذ الدكتور حسن سليمان رئيس اذاعه القران الكريم الاسبق. وحديثنا النهارده هيكون طبعا عن اللغه العربيه وجماليات اللغه العربيه، ولكن عن موضوع اعتقد حتى غير المتخصصين بيهمهم جدا، المرادفات أو فكرة المشترك اللفظي، كيف تعمل بعد هذا الفصل؟ اللغة العربية من أسمى لغات العالم، مع تميز اللغة بثروة ووفرة في الألفاظ والمفردات، بيستطيع من خلالها الكاتب أو المتحدث أن يعبر عن المعاني وعن المشاعر وحتى عن الأحداث بسيل وافر من التعبيرات المختلفة، سواء كانت هذه التعبيرات مترادفة أو متضادة، تشكل ما بينها ظواهر فريدة تتمتع بها لغتنا الجميلة. من هذه الظواهر ظاهرة المشترك اللفظي، البعض يقول المقصود بالمشترك اللفظي هو الترادف، والبعض يقول لا، هناك فرق بين المشترك اللفظي وبين الترادف. ما هي هذه التفاصيل، أو ما هو الفرق ما بين المشترك اللفظي والمرادف للكلمة أو معنى الكلمة بمعنى آخر؟ تفاصيل كثيرة وأسئلة كثيرة نتوجه بها إلى ضيفنا الكريم اللي منورنا في هذا الصباح ولقائنا الأسبوعي مع الدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقا. يا صباح الخير يا دكتور. أهلا، صباح الخير دكتورة منى، أهلا بك، منورنا، الله يخليك، شكرا. البداية، هل كلمة أو هل لما أقول مشترك لفظي هي معناها المرادف؟ لا، بالعكس بالعكس. يعني اللغة العربية ثرة بألفاظها وبمعانيها طبعا، ومن أجل هذا يعني هناك فرق شاسع ما بين المرادف اللفظي والمشترك اللفظي. فالمرادف اللفظي هي الإتيان بكلمة وهناك كلمات أخرى تعطي نفس المعنى. أما المشترك اللفظي فهذه الكلمة تعطي معاني مختلفة، فهي المقابل لها. المرادف هي المرادف كلمات، كلمات تشترك في معنى واحد. نعم، لها نفس المعنى، لها نفس المعنى، كلمات تشترك في معنى واحد، كلمات مختلفة لها معنى واحد، معنى واحد. أما المشترك اللفظي كلمة وتحمل في طياتها معاني الكثير كثيرة من المعاني. ده فرق، يعني ده فرق كبير في المقابل. وطبعا هو يعني مبحثان عظيمان في اللغة العربية. عندما أقوم بإخراج كلمة من الجملة ووضع كلمة أخرى مكانها تعطي نفس هذا المعنى، مرادف. ده إيه؟ مرادف. ده مرادف. نعم. أما المشترك اللفظي فهذه الكلمة في سياقات مختلفة تعطيني معاني مختلفة. نعم، إذا نحن نتحدث اليوم عن المشترك اللفظي. المشترك اللفظي ده موضوعنا اللي هنفتحه النهارده مع حضرتك إن شاء الله، ونأمل إنه نستكمله في القريب العاجل، لأنه موضوع مهم جدا. طبعا. طيب، المشترك اللفظي هل يأتي بين كلمات محدودة، أم إنه في مشترك لفظي ممكن يكون موجود بأي عدد ممكن من الكلمات، أو في كل الجمل ممكن يكون في مشترك لفظي؟ هي اللغة العربية فضفاضة في هذا الأمر. وهذه الكلمة التي تأتيني بناء على هناك ترجمات، هناك اختلاط ما بين قبائل، هناك استخدام لهذه الكلمة في قبيلة وتستخدم هذه الكلمة أيضا في قبيلة أخرى بمعنى آخر، وبالتالي فحينما تختلط هاتين القبيلتين يعني تعطيني مدلولين مختلفين لهذه الكلمة. سمعت في مرة كلمة تزاوج اللغات، هل المصطلح ده موجود ولا ملوش أساس من السؤال؟ لا 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 لغات بتتزاوج. لا 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 لا، هو لا. لا بالفعل هو المقصد بها
أن هذه اللغة لا تنتهي، وإنما هي تستقطب من اللغات الأخرى ما يأتيها من مفردات مختلفة. نعم. وهذه يعني لا تتميز بها كل اللغات، وإنما اللغة العربية على رأس اللغات التي يمكن أن تستقبل مفردات مختلفة تدخل تحت عباءة اللغة العربية. طيب هقف مع حضرتك عند ما ذكرته حضرتك دلوقتي، وهو يعني على سبيل المثال كيف جاءت المشتركات اللفظية وفكرة تقابل القبائل المختلفة. نعم. لما قبائل مختلفة بتتقابل وكل قبيلة تتحدث بمفرداتها، نعم، هل تنصهر الكلمات المختلفة؟ وبناء على إيه في قبيلة تأثر أو يكون لها اليد العليا في أنه الكلمة اللي بتقصدها للمعنى ده هي اللي ممكن تغلب الكلمة المرادفة ليها؟ أنا هنا رجعت للترادف من القبيلة الأخرى. لا، هي مش بمعنى تغلب الكلمة الأخرى للقبيلة الأخرى بمعنى الترادف. لا لا لا، ليس ترادفا، وإنما هو استخدام هذه الكلمة لمدلول معين، ثم تأتي هذه القبيلة وتستخدم هذه الكلمة لمدلول آخر، ثم الأولى تعتبر أصل والثانية فرع، لكن مع استخدام هذا الفرع كثيرا تنسى الأجيال المختلفة أن هذا فرع وتعتبر أصلا من أصول الكلمة نفسها، فتعتبر معنى ومدلول يعتبر من أصول هذه الكلمة، وبالتالي فقبيلة واثنين واستخدام واستخدام واستخدام، كل هذه الاستخدامات المختلفة ولو كانت فروع للكلمة أو للمدلول مع تعاقب الزمن نستطيع أن نجعلها أصل من أصول هذه الكلمة. فالكلمة تحمل في طياتها معان مختلفة بناء على يعني الزمان والأحداث التي تأتي بعد ذلك، فتعتبر هذه الكلمة التي كانت فرعا من فروع المعنى أصبحت أصل من أصل من أصول مدلول هذه الكلمة. طيب بالحديث عن المعنى، ما هي القضية ما بين اللفظ والمعنى؟ كمان من الأمور اللي بتخلي الجميع تسائل. هذه قضية يعني لا أعتقد أن هناك عالم من علماء جدودنا الأوائل لم يتحدث في هذه القضية. صحيح. خاصة في علم النحو أو الصرف أو القراءات أو العقيدة أو الفلسفة أو المنطق، كل علوم اللغة تحدثوا تقريبا فيما يسمى بقضية اللفظ وقضية المعنى وما الذي يغلب على الآخر. ولكن في يعني هذان مبحثان لا تخلو كتب اللغة من الحديث عنهما، ولكن في النهاية الذائقة العربية منذ البداية كانت لا تستحسن لفظا إلا بالإتيان بالمعنى الذي يناسبه في أعلى ما تكون اللغة، وأيضا لو كان معنا تأتي له باللفظ كأعلى ما يكون الاختيار لهذا اللفظ في اللغة. وكانوا يتخيرون الكلمة بحيث أن يكون لها الجرس الموسيقي، ليس هناك في تنافر للحروف إلا إذا كان المعنى يتطلبه، وفي نفس الوقت يستطيعون أن يأتوا بالمعنى والمدلول الذي يلبسه هذا اللفظ. يمكن إحنا في حلقة من الحلقات تحدثنا عن استخدام الشاعر لكلمة، هذه الكلمة كلفظة يتطلبها المعنى، وإلا لو لم تكن هذه اللفظة لاختل المعنى. قول امرئ القيس في وصفه لفرسه مكرن مفر مقبل مدبر، ليس هناك مشكلة في هذا الكلام، لكن كلمة معن هذه لفظة، لكنه اختار هذه اللفظة حتى يلبس المعنى الذي يعطي مدلول للكلمات السابقة، فتصبح فيها البلاغة والعظمة لهذه الكلمة نفسها. المدلول الذي أعطاه لهذه الكلمات لم يأتيني بهذه العبقرية إلا من خلال كلمة معن. وما الذي استقر عليه علماء اللغة العربية في هذه القضية بين اللفظ والمعنى؟ وحضرتك يعني المدارس المختلفة دي حضرتك بتميل لأني أي مدرسة فيهم؟ ليس هناك ميلان لقضية على أخرى، وإنما الذائقة العربية تتطلب أنني حينما آتي بلفظ أن يعطيني المدلول المناسب الذي استخدمت له هذا اللفظ.
يعني على سبيل المثال الأمثال التي يستقيها العربي من الحياة، لو لم تكن بها سجع وبها موسيقى ما استعذبتها الأذن. صحيح. ولا حفظتها النفس وما بقيت في الأذهان ولا بقيت زي كنا لسه قبل الهوا بنتكلم. نعم. حضرتك اديت مثل سبق السيف العزل يعني لأنه هي فيها التون ولها مدلول ولها قصة تقولها. وأصبحت محفوظة. ولو لم يكن هناك اللفظ المتجانس مع المعنى والذي يعطي شيء من الموسيقية ما استقبلتها النفس بهذا الارتياح وصارت لها هذه الديمومة وحفظها الناس. إذن اللفظ حينما يلبسه المعنى أو العكس المعنى حينما يأتيه اللفظ مناسبا تستقبله الذائقة العربية الصحيحة وتحفظه الإنسان يحفظه تماما ولا ينساه. وبالتالي فلا انفصال لا انفصال على الإطلاق ما بين اللفظ وما بين المعنى. طيب هل الأهمية اللي حضرتك شرحتها دلوقتي لللفظ وللمعنى نقدر نقول إنه منهم جاءت أهمية المشترك اللفظي؟ بالتأكيد لأن المشترك اللفظي حينما أبحث عنه يحمل في طياته هذه الكلمة المفردة مع المعنى الصحيح والسليم لها. نعم. طيب إيه أسباب نشأة المشترك اللفظي؟ يعني حضرتك ذكرت في البداية وقلت إنه فكرة إنه القبائل المختلفة عندما تتقابل وبتاعه من هنا جاءت مصطلحات جديدة وكانت اللغة العربية تسخم يوما بعد آخر بالمزيد من الألفاظ والمعاني والمصطلحات. ده يمكن السبب الأساسي لوجودها بالفعل، وهو استخدام قبيلة لكلمة من الكلمات ثم تختلط بقبيلة أخرى وترى بأن هذه الكلمة لها استخدام آخر يعتبر لهذه اللفظ استخدامان، وقبيلة ثالثة يعتبر ثالث ورابع وهكذا، وبالتالي فينشأ من خلال هذا الاندماج الكثير من المدلولات لهذه اللفظة. بالإضافة إلى أن هناك برضو لون من ألوان الترجمات المختلفة، هذه الترجمات أعطتني أيضا فرصة لأن يكون هناك مدلولات مختلفة لللفظ فأصبح هناك الألفاظ المشتركة. الترجمة من فين؟ من مين؟ من لغات أخرى إلى اللغة العربية. فأعطيها المعنى المناسب لهذه الكلمة فتصبح لي ثراء لغوي آخر وهكذا. طيب حضرتك ذكرت منذ قليل يعني في وسط كلامك أنه في تنافر ممكن حل الحروف يحدث عند بعض الحروف، وذكرت أنه وإن كان هذا نادراً، بس أنا عمالة من ساعتها بفكر هو إيه الكلمات اللي ممكن أبقى فاكرة أنه فيها تناحر في يعني أنا طول الوقت بحس أن لغتنا متناسقة يعني قوي جدا. زي إيه مثلا جداً؟ في كلمات في اللغة ممكن يبقى فيها تناحر، يعني هو يعني الحروف التي تخرج قريبة من مخرج واحد. وقبر حرب بمكان قفر وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. لا 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 ده تنافر أكثر مما توقعت يا دكتور. لا ولا وهناك أيضا يعني مثلا أو صعوبة هو مش تنافر هو صعوبة الغير المتخصص أكيد. وحتى في الوصف يعني إمرؤ القيس حينما يصف شعر محبوبته فيقول مستشزرات إلى العلا وبالتالي فتعتبر يعني طبعا هذه الكلمات أصبحت بالنسبة لنا الآن غير مستعملة إلى حد ما. بالضبط كده. نعم. بس حتى عند قراءة الأشعار دي هنبقى برضو حاسين إن هي صعبة. في كلمة وحضرتك عارف اللي بيخاف من حاجة تطلع له على طول، في كلمة أنا مش بقى تقيلة على لساني جدا. نعم. ولازم لما أجي أقرأ أخبار أو حاجة تطلع لي على طول كده. نعم. ألاقيها. نعم. في الخبر اكتذاذ يعني اقتلاع. نعم. يعني بنشيل. نعم. حاجة من. نعم. حاجة. نعم. نعم. اكتذاذ. نعم. يعني انه حرف الجيم وراه اتنين ث بس هقول وبعدين الالف وبعدين التاء فهذه الكلمه. طب حضرتك قولها كده اكتذاذ. بس برضه حضرتك بتقولها بحرص وتروي لانه تقيل على اللسان. ما هو انا هقول لحضرتك لماذا. طب ما نقول اقتلاع وخلاص. لا يعني ما هو اللغه ثوب فضفاض كما قلنا، لكن هي 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 برضه استخدام هذه الكلمه في الشيء الصعب. يعني يعني حينما أقول اجتثاث أو اكتذاذ من الجذور يعني من العمق. لا الصعوبة في الخلع تعطي مدلول
أن هذا الأمر لا 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 ينقلع بسهولة. إنه اقتلاعه لم يكن سهلا إطلاقا. بالضبط. فهي لها مكانها. أنا كنت أسأل دائما إيه الفرق؟ طب ما نقول اقتلاع وخلاص. لا 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 هناك فرق في المعنى. شفت طبعاً رجعنا لموضوع المعنى. أنا أقتلعه بسهولة ويسر. لكن الاجتثاث لا، هذه أمر آخر، وإن هي الاقتلاع وإنما بشدة. وهناك صعوبة. بصعوبة. في نعم. في العمل في عملية الاقتلاع نفسها. بالضبط بالضبط. طيب هل كنا كتير في هذا الصباح تكلمنا مع حضرتك عن فكرة التطوير في اللغة، وهل ما زال هناك يعني مزيد من التطوير، وهل في مصطلحات جديدة بتدخل، وكيف يتم الاتفاق عليها بين علماء اللغة العربية وما إلى ذلك؟ هل المعاني والألفاظ وأيضا المشترك اللفظي هل هناك المزيد منهم؟ يعني هل مع تطور الزمن واختلاف والترجمة اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي اللي بتجينا من لغات أخرى للغة العربية، هل بنلاقي إنه في مشتركات لفظية جديدة على لغتنا العربية؟ إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة اللغة العربية، وهذه خاصة من خصائصها، تحت عباءتها تدخل أي كلمة تأتيني حتى لو كانت من اللغات الأخرى فتعرب تحت هذه العباءة. وبالتالي فليس هناك كبير يعني عنت من أن آتي بمثل هذه المفردات وهذه الألفاظ وتدخل في يعني قاموس اللغة العربية. وصف جميل يا دكتور جدا. نعم. وصف جميل من حضرتك جدا. ما الذي يعني يتطلبه الأمر حتى نقوم بهذا التحديث أو التطوير المستمر في اللغة؟ واستخدام هذه اللفظة وهذه الكلمة لمدلولات مختلفة وتتداول. حينما تتداول خلاص يعني يأتي عليها يوم، وبدل أن تكون فرعا وقد استحدثت تكون أصلا من أصول هذه اللغة أو هذا المدلول ونستمر عليه. العلماء دائما يختلفون في كل المناحي العلمية المختلفة. نعم. ومنهم علماء اللغة العربية. أكيد. وهذا الاختلاف بنعتقد دائما أنه محمود جدا. حتى في هذه القضية اختلفوا أيضا. اختلفوا. كيف اختلف العلماء يعني هناك منهم في المشترك اللفظي؟ هناك من يؤيد أن يكون هناك مشترك لفظي للكلمات، وهم الأكثرية. وهناك قلة قالوا ليس هناك مشترك لفظي على الإطلاق، لأن اللغة واضعها رب العزة سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أيا كان اللغة عامة يعني. وهذه المفردات التي أتت من عند الله سبحانه وتعالى ليس هناك اشتراك لفظي لها، وإلا ستسبب لي لون من يعني شيء من الـ 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 الخلط في المعاني المختلفة. فلما نعتبر أن يكون هناك مشترك لفظي؟ هؤلاء ينفون وجود المشترك اللفظي. وفريق ثالث قالوا لا، هناك مشترك لفظي ولكن لا نأتي به على سبيل العنت، يعني إذا ما كان الموقف يتطلبها وإلا فلا. لماذا؟ لأنهم يعني وصلوا إلى ما يسمى في علم البلاغة بالتورية مثلا، فأنا آتي بكلمة وبناء على المشترك اللفظي أعطيها بلاغة التورية. يعني مثلا ما المقصود بالتورية يا دكتور؟ التورية أن آتي بالكلمة وتعطيني مدلول آخر غير ما يفهمه السامع. على سبيل المثال حينما أقول سألت أبي سؤالا فأجابني نهرا، هل نهرا هنا هل عبارة عن الإجابة التي فيها إسهاب ومعلومات كثيرة؟ هذا ما قد أفهمه لو أنا سمعت ده. والمعنى الآخر أنه أجابني نهرا بمعنى نهراني. نهراني، أنا ما جاش على بالي نهراني خالص. نعم نعم. وبالتالي فهذه تحدث يعني فرق كبير جدا جدا. فهم الفريق الذي توسط الأمر وأصبح معتدلا بين القبول والرفض قال لا نأتي بمثل هذه الكلمات التي تلبس المعنى، يكون هناك لبس في هذا. هل ممكن أمثلة أخرى؟ سألت أبي فأجابني نهرة. نهرة هذه في علم البلاغة تسمى التورية. التورية أن آتي بالكلمة يعني ولها أكثر من مدلول، ولكن المدلول الذي أريد غير المدلول الذي يمكن أن يفهم. وأعطي مجال للعقل في أن يأتي
بالمعنى المطلوب لهذه الكلمة. فربما قلق العلماء من 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 هذا التفسير أو من خلال هذا التفسير إنه قد يحدث خلط بين الأمور أو إخفاء للحقائق. بالضبط. إذا ما قصدت أنا يعني معنى يعني أو نطقت به بقصد معنى. المتوسطون في هذا الأمر يريدون ألا يكون استخدام المشترك اللفظي في شيء من التمويه للمعلومات المختلفة. فهي التورية هنا. بالضبط. التورية هنا. التمويه. نعم. طيب. الفريق الذي لا أو الفريق الذي يؤيد وجود المشترك اللفظي كيف يرد على الفريق اللي يقلق أو يخشى أو لا يؤيد المشترك اللفظي؟ يعني يعطونهم الكثير من الأمثلة في هذا الأمر. يعني كلمة العرش مثلا. كلمة العرش. كعرش الرحمن. كعرش الرحمن. وعرش الملك، سرير الملك. والعرش يعتبر أيضا السقف. العرش ممكن يعتبر ما يمثل الشيء الذي يوضع على الفرس. العرش الذي يوضع في فوهة البئر. كل هذه مدلولات مختلفة للفظ واحد. الكلمة الدين، مالك يوم الدين يعني يوم القيامة. إن الدين عند الله الإسلام. الدين يعني هو الدين الإسلام. الدين هو الجزاء السماوي. الجزاء. إذن يعني هناك مفردات في اللغة. الدين قد تأتي الجزاء. بمعنى الجزاء. نعم. يعني هناك ألفاظ كثيرة في اللغة تعطيني مدلولات مختلفة. ويمكن حديثنا في مسألة القبائل التي اشتركت في مفردات أخرى مع قبائل أخرى، يعني القصة التي يذكرونها في الأدب العربي القديم حينما بنى للملك قصرا هذا المهندس، ويعني يحتفلون سويا في فوق سطح القصر، فالملك يعني يتحدث مع المهندس فيقول له ثب يعني قف، فقفز من فوق القصر فمات. فقال ما الذي حمله على هذا؟ قال إن في قبيلتهم في لغتهم ثب بمعنى اقفز. اقفز. وهو يعني يقول له قف حتى يتحدث ثب معه. يعني قف. هذا لكن ما قصده. لكنها في لغة الآخر معناها اقفز. فقفز. ده مثل صعب قوي. يعني ده مثل يوجع القلب يعني. أكيد طبعا. فهي لكن هي القصة قصة أن هذه اللفظة في استخداماتها المختلفة جعلت هذا الشخص لا يعي استخدام آخر المعنى. غير هذا وهو ما يعني يدعو إليه الفريق الآخر. حق ذكرته. نعم. ذكرت يعني تفاصيل عنهم إنه هم طول الوقت كانوا بيخافوا من فكرة إنه اللفظ يفهم بأكثر من معنى أو يعطي انطباعات خاطئة أو يوصلنا إلى مفاهيم خاطئة عن المقصد الحقيقي. نعم. كلمة كافر تطلق على الليل وتطلق على الأكار اللي هو التراب أو الذي يغطي البذور. لماذا؟ لأن يقولون بأن هذا يغطي البذور فهو يعني كافر، يعني كافر لا يرى. وأيضا الليل يعني كفره الليل يعني بمعنى غطاه. وبالتالي فهذه كلمات مختلفة أو كلمة واحدة لمعاني مختلفة. نعم. دكتور حسن، الحديث مع حضرتك عن اللغة العربية وأدبها وجمالياتها وكل ما بها، وإن كان في كثير من الأحيان يبدو لنا أنه في شيء من الصعوبة لنا كغير المتخصصين، ولكن حقيقي نشعر بمتعة حقيقية لأنه ما فيش أجمل. تحمل على التذوق. حقيقي. نعم. حقيقي. نعم. مع العلم أنه اكتفاء أنه في كلمات صعبة شوية. نعم. لازم نعود نفسنا عليها. الأستاذ الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، شكرا لحضرتك يا فندم. جزيل الشكر. ونراك باذن الله تعالى الثلاثاء المقبل في حديث جديد في هذا الصباح عن اللغه العربيه. واحنا زي ما بدانا مع حضراتكم في هذه الحلقه او في هذا في لقائنا النهارده من هذا الصباح، من الصوره الطبيعيه والمناظر الجميله والخلابه ومشروع جديد من مشروعاتنا اللي فيها خضره اكتر وفيها بحر، فيها هواء اكتر وفيها ميه اكتر وفيها اتجاه الى الاخضر اكتر، والصوره الطبيعيه قد ايه حلوه. كمان هنختم مع حضراتكم مع زميلنا محمود السعيد من ممشى أهل مصر اللي مجهز مجموعة أخرى من اللقاءات. هنختم مع حضراتكم هذا الصباح من الاستوديو وننتقل مباشرة على الهواء مع محمود في ممشى أهل مصر.
شكرا طبعا ليك يا منة، وشكرا لدكتور حسن ضيفك الكريم، وشكرا على المقدمة طبعا اللي بتبقى موجودة من كل لينك ولينك. احنا بنرجع لكم مرة تانية من المكان الجميل اللي انا متضايق ان الحلقة خلصت وانا موجود فيه، ممشى اهل مصر، وهو فعلا زي ما انت بتقولي سواء الخضرة اللي موجودة على طول الممشى زي ما احنا ورينا حضراتكم، او حتى كمان الهواء وعلى النيل على طول، وزي ما احنا بنقول هو هيكون، انا متأكد يعني ان ما كانش هو هيكون احسن ريفر ووك هيبقى موجود في العالم كله ان شاء الله لما يكمل باذن الله، ويبقى موجود في كل المراحل المختلفه. احنا دلوقتي لقائنا هيكون مع الاستاذه زينب عبد الرازق، نائب رئيس مجلس اداره الشركه المنفذه واللي بتدير وبتشغل هذا المشروع. بنرحب بحضرتك، وطبعا احنا معلش بقى سوري احنا بنقول مبروك متاخر، لانه لا اول لقاء تلفزيوني معاكم وان احنا موجودين معاكم يعني. لا مبروك، ميرسي، ألف ميرسي مبروك. يعني الله يبارك فيك، ومبروك لمصر عامة أنه المشروع ده أخيرا فتح وبقى يعني شغال وناس بتزوره كل يوم، فلا احنا مبسوطين ومبسوطين بيكوا أكيد النهاردة. خلينا نبدأ من أنا كنت مع البشمهندس طارق وكان بيتكلم عن أهمية مشاركة القطاع الخاص، ومش البشمهندس طارق، الدولة وعلى رأسها السيد الرئيس، كان لسه حتى في آخر يعني أحاديثه تحدث عن أهمية مشاركة القطاع الخاص، وأن الدولة فتحة ده بدراعتها للقطاع الخاص أنه يدير ويشغل ويشارك، تشجيع للاستثمار من ناحية، إدارة بتكون مختلفة لأنها تكون متخصصة في شغلها. لو نبدأ عن إزاي جت الشراكة دي، وشايفينها إزاي أنها شراكة في مشروع مهم جدا جدا، يعني ما ظنش أنه هيبقى فيه مواطن في القاهرة، هنقول عشان احنا في المرحلة الأولى ما عداش على أهل مصر أو ممشى أهل مصر، لا والمحافظات كمان، والمحافظات ما أنا بقول احنا لسه بس في المرحلة الأولى يعني. لا هو طبعا مع توجه الدولة وإقامة المشروعات الجديدة ده التوجه المظبوط والصحيح، إنه بقت الدولة بتوفر فرص للقطاع الخاص ان هو يشارك الدولة في يعني في مشاريع كبيرة، واللي هي هتبقى بتمثل مصر جوه طبعا وبره. فهو الممشى، ممشى اهل مصر ده المرحلة الاولى اللي هي الكيلو 800، احنا كونسل ماسترز، احنا المسؤولين عن ادارة المشروع وتسويقه وفي نفس الوقت تشغيله بقى ان شاء الله السنين القادمة. فاحنا ده كان بالنسبة لنا الفرصة الاولانية اللي احنا بنشارك بيها الحكومة، وطبعا دايما بنشكر الحكومة على الدعم المتواصل معانا في المشروع، ان احنا نقدر ان هم يعني نشترك مع بعض في الرؤية اللي احنا وصلناها بيه النهاردة، انه الممشى موجود لكل الناس، انه حاطين فيه كل انواع الخدمات، وفي نفس الوقت هو اماكن للترفيه، وبنبقى عاملين فيه كذا فعاليات مختلفة لكل الاعمار طبعا. فده طبعا اهم تركيز عندنا، وده كان اللي احنا متفقين معاه طبعا مع الدولة طبعا، وكلنا متفقين عليه طبعا. بعيدا بقى عن حاجة هي بره موضوعنا شوية، لكن احنا شايفين كمان مشاركة الشباب، أستاذة زينب طبعا كشابة نائب رئيس مجلس إدارة، فدي حاجة مشرفة جدا إن الشباب، وبقينا شايفينه في كل المجالات بأمانة، مشاركة في إدارة أماكن كبيرة كمان زي دي موجودة في مصر. أنا عايز أسألك عن فكرة أنتوا كشركة متخصصة، لأن بجد ومش بقول كده عشان إحنا على الهوى، التخطيط الكويس وشايفين تقسيمة الأماكن لزونز أو مناطق مختلفة، المدرجات يعني دور العلوي والسفلي، أماكن موجود المسرح اللي جوه المية، أماكن الكافيهات والمطاعم اللي موجودة للي بيحب وبيقدر يقعد في المطاعم والكافيهات عشان يبقى موجود، والسياح، ومكان موجود للممشى للي عايز يمشي بس، فكرة التخطيط وال يعني الرسمة بتاعة المكان زي ما بيقولوا. خليني أشرح لك وأشرح للسادة المشاهدين، اللي احنا شايفينه ده النهاردة كانت عبارة عن رؤية احنا خلقناها في كونسل ماسترز، ان احنا قلنا انه المكان ده هيبقى أحلى مكان في مصر وأجمل مكان، وأخيرا بقى موجود على النيل. قعدنا مع ناس كتير وكانوا بيقولوا يا نفسنا المشروع ده كان يبقى موجود من 20 سنة. فطبعا دي مسؤولية كبيرة ومهمة بالنسبة لنا، ان احنا نوصل الممشى ان هو يكون علامة تجارية مش بس للمصريين، حتى برا مصر، ان كلمة ممشى تبقى معروفة لكل الفئات ولكل يعني الجنسيات المختلفة، انه الممشى ده بتاع النيل، الممشى ده موجود في مصر، فالناس تيجي مخصوص يزوروه، يشوفوا فيه الاماكن المفتوحة، وفي نفس الوقت يستمتعوا بالنيل ويستمتعوا بالجو الحلو، انه هو فعلا مختلف مش زي اي مشروع قومي اتعمل قبل كده. هو فعلا احنا بقى بنديره على مستويات احنا حطناها مع
الدولة اللي تليق بمصر فعلا. فهو طبعا المسرح الموجود، المسرح العايم والمطعم العايم كمان، كل ده بتفرق مع اسلوب الاداره واسلوب التخطيط زي ما حضرتك قلت. وده طبعا اخذنا شهور طويله وورانا فريق عمل ضخم جدا وكبير جدا من كل يعني الاقسام المختلفه وبالظبط التخصصات المختلفه. فده كان بالنسبه لنا احنا عايزين نخلي كل متر في الممشى في حاجه مختلفه تبقى حلوه، الناس تبدا تتفرج عليها وفي ناس يتصوروا عندها انه بقى ده خلاص الشكل الجمالي لمصر، واحنا فعلا مستعدين ان احنا نظهر لده قدام الدوله ونظهر بالمنظر ده قدام العالم كله. طبعا دي نقطه مهمه، وانا يعني انا من ساعه ما جيت الصبح والصراحه انا بتفرج وبستمتع. أيوة. لكن في نفس الوقت شفت مجموعه من الاجانب كانوا نازلين. أيوة. من الاوتيل ولابسين اللي هو اللبس بتاع الرننج وبيجروا على الممشى. شفت طبعا اجانب بتتمشى عادي. النقطة المهمة اللي حضرتك بتقوليها فكرة انه يبقى معلم سياحي، يعني زي ما بنشوف احنا بنفتح مواقع اللي بنعمل فيها سيرش فنلاقي محطوط ان لما تروح القاهرة لازم تعدي على الحتة دي. بالزبط. فأظن هو ده اللي تقصديه، فكرة انه يبقى براند او مكان انا باجي فيه كمعلم سياحي. بالظبط. وفي نفس الوقت هو كمان زي ما حضرتك بتقول احنا دلوقتي ده بقى نيشن براند، بقى علامة تجارية للبلد نفسها، للهوية، للوطن نفسه. وفي طبعا كل يعني الأنشطة المختلفة، وكل واحد بقى بيجي هو يشوف النشاط بتاعه المفضل. طبعا لو هم سياح أو أجانب أو كده، أو حتى المصريين بيصحوا الصبح بدري يقدروا ان هم يمشوا يتمشوا عادي، يجروا في تراك عجل فوق على الممشى العلوي كمان الناس بتستفيد منه عليه. حلو قوي طبعا. وفي نفس الوقت احنا بقى كشركة احنا كمان هندعم ده، بنعمل فعاليات مختلفة للرياضة وللثقافة وحتى الترفيه. وكمان بنحب برضو ان احنا نركز على المواهب المختلفة اللي هي المصرية، ان هم يجوا ياخدوا الفرصة دي ان هم مثلا على المسرح يغنوا على المسرح ويبقى عادي فيها الايدنتيتي او الهوية زي ما بتقولي بتاعت مصر. بالضبط، الهوية بتاعت مصر، وعادي من غير اي تيكتس، من غير ما يبقى الموضوع فيه رسوم مختلفة ان هم يقدروا يحضروا الفعاليات دي. بالعكس احنا دلوقتي نتكلم بالصوت بتاع شارع القاهرة، احنا دلوقتي وقع النيل. صح. فلا طبعا يعني الممشى دي حاجة محترمة جدا. طيب انا بقى عايز اروح لحتة مهمة جدا، ودي المفروض هي يعني زي ما بيقولوا كده المفروض انها تلقائية حصلة ان احنا نحافظ على المكان. وانا مش هقول الكلام اللي ممكن يتقال كلاشيه قدام الكاميرا طبعاً. لكن بالتأكيد بيكون كل شركة وكل ادارة بيكون ليها نظام امن سيكيوريتي معين. احنا شفنا برضو من اول سواء السيكيوريتي وموجود ليهم عربيات جولف بيتحركوا بيها لو في حاجة سريعة، الخدمات الصحية لو موجودة، الكاميرات والمراقبة، النظافة، احنا شايفين على طول على طول الممشى النظافة مستمرة. لو برضو عشان نطمن الناس ونقول لهم ان ده موجود بالتأكيد، ودي فكرة ان الشركة خاصة متخصصة بتعمل ده. بالضبط، الشركة المتخصصة اللي بتوفر خدمات معينة او فاسيليتيز او مستوى معين من الامن مثلا زي ما حضرتك بتقول الكاميرات. ان احنا دلوقتي طبعا احنا تكملة الشارع المصري، بس في نفس الوقت احنا مشروع قايم لوحده في خدمات مختلفة وجديدة كمان. يعني حتى كل الاماكن اللي فاتحة مثلا دي، يا اما هي فاتحة فرانشايز من بره او هي استثمار، فهو احنا مش موجودين بس في الشارع وخلاص. فبالعكس احنا كنا لازم بقى مع ده وقبل اي حاجه ان احنا نوفر الامان عشان الناس تحس فعلا انه ده مكان ينفع ان هم يخرجوا فيه عادي، يعني ايا كان يعني البنات مثلا لوحدهم او كده. لا هو المكان امن جدا. في نفس الوقت احنا موفرين فيه جراجات، موفرين باركينج، وموفرين فالي اللي هو لما حضرتك تسيب العربيه وبالظبط وحضرتك لما تطلع بيجيبها لك مكان ما حضرتك واقف. فكل دي من ضمن الخدمات. وفي نفس الوقت خدمات النظافة ان احنا مهتمين بيها جدا، ان طبعا لازم الممشى 24 ساعة يبقى هو مكان ناس جاي تتصور، فلازم اكيد الكادر يبقى برضو بالظبط. طيب لو اتكلمنا عن دايما خلاص مصر كمان زي ما عشان بنقول احنا في مكان بيمثل هوية مصر ان شاء الله ورؤية مصر 2030، انتوا باصين ايه لقدام؟ انتوا اكيد واخدين بحق ادارة لسنين قدام، ايه الخطط او الخطط المستقبلية اللي انتوا حاطينها رؤيتكم؟ انا مبسوط لما اول كلامنا احنا مش عايزين نكون عاديين، احنا بنعمل حاجة عالمية تليق بمصر. ايه الحاجة اللي انتوا
هتكون مختلفة قدام؟ إيه اللي أنتم مخططين له قدام في المرحلة دي والمرحلة غيرها والمراحل القادمة؟ إحنا طبعا مخططين أنه إن شاء الله لما الممشى كله يفتح كل الأماكن اللي هي المؤجرة تخلص وتبقى شغالة. أهم حاجة إحنا برضو بنركز عليها ودايما بنتكلم فيها مع التيم بتاعنا الاستمرارية، انه النجاح ما بيبقاش بس من اول يوم اللي هو عملنا خدنا اللقطه والممشى نجح طلع ترند الناس كلها بتيجي وبتتكلم عليه فخلاص، لا احنا برضو بالنسبه لنا خطط النجاح عندنا ان احنا نستمر في المستوى ده ونفضل نحافظ على البراند اللي احنا خلقناه فعلا، ومش بس كده نطوره دايما، نخلق فيه حاجات مختلفه ونحاول ان احنا بنبقى دايما انكلوسيف، او ان احنا بنضم كل الفعاليات المختلفه اللي ممكن تتعمل. فهو ده طبعا خططنا لقدام، ان احنا لما باصين لقدام ان احنا بالعكس نعلى بالبراند، وان شاء الله الممشى كمشروع مكمل كتير اللي هو سنين طويله وفي نفس الوقت في بالذات مراحل تانية برضو هتفتح. فإحنا بالنسبة للمرحلة المراحل التانية هيبقى فيها نفس الخدمات اللي موجودة وهيبقى فيها نفس عدد المطاعم والكافيهات وعدد بيبقى على حسب طبعا الرسم والخطة اللي هي محطوطة طبعا من الحكومة على رسم الخطة بتاعت المراحل التانية. بس ده طبعا أول مرحلة بتبقى دايما هي دي الحسمة، هي دي اللي بتحط الستاندرد اللي كله بيمشي عليه، فده طبعا المسؤوليه اللي احنا شايلينها. ولا وان شاء الله نبقى دايما قدها ان شاء الله اكيد احنا مطمنين يعني بعد ما شفنا احنا مطمنين ان شاء الله تبقوا قدها. كلمه اخيره بقى لي لو عايزه حضرتك تقوليها للمواطن للزائر لكل الطبقات، للطبقه اللي هتقدر انها تيجي بس تمشي، لطبقه البي والاي اللي هيقدروا انهم ييجوا يستخدموا الخدمات، للسياح العرب والاجانب اللي بيشوفونا وعايزين ييجوا المكان ده، لو حابه توجهيها لكل الناس احنا بنقول، وطبعا لاهل مصر لان هو ممشى اهل مصر، فايه الكلمه اللي بتوجهيها في الاخر لكل الناس؟ طبعا لو في كلمه اخيره هقول انه الممشى مستني الناس كلها، ويعني احنا فعلا يعني بذلنا مجهود جبار كلنا ان احنا نبقى شايفينه بالمكان اللي احنا هو فيه ده والمنظر اللي هو فيه ده. اهم حاجة انه الناس برضو تقدر تقدر ده، وانه اهل مصر يحافظوا على ممشى اهل مصر، دي اهم حاجة. يعني انا بشكرك جدا 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 وشكرا ليكوا على استقبالكوا لينا، احنا مبسوطين ان احنا كنا محظوظين ان احنا اول ناس ان احنا نيجي نصور موجودين معاكم ونبين الجمال اللي موجود ده. استاذه زينب عبد الرازق نائب رئيس مجلس اداره الشركه اللي بتدير وبتشغل هذا المشروع الضخم الجميل، شكرا جزيلا لحضرتك. دي كانت يعني محاوله مننا احنا، على فكره مهما اللي شفتوه ده هو جزء بسيط من ممشى اهل مصر الكبير اللي يمكن استاذه زينب او الباشمهندس طارق او احنا في مقدمتنا دايما بنقول انه مكان هيكون من اعظم الاماكن، زي ما بنقول الريفر ووك او جنب الممشي اللي جنب اي نهر في الدنيا، هيكون ده احسن مكان ان شاء الله. واثقين في ده انه دايما يليق باسم مصر وهوية مصر عشان تفضل مصر جميلة دايما. مصر جميلة واصيلة، فيها ولدي وفيها بلدي، انا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي، وسيدي كان فلاح واصلي فلاح وحي عالفلاح، وابو زرع طيب يقول حي للاصلاح، وعمال عاملين عملوا الخزف والصيني موصيني ابويا بكل فلاح، وقال لي مصر جميله مصر جميله خليك فاكر مصر جميله.